السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. سيداتي سادتي، مرحبا بكم في الفعالية الأولى لنقاش البحرين. أنا محدثكم مناف المهندس. تلقى كلمات الشكر عادة في النهاية، لكنني أود أن أبدأ بها. أشكر المشاركين على تفاعلهم، وبالأهم أشكركم أنتم الحضور. فعالية أسسها شباب خلف شاشات، كانت الأسبوع الماضي غير موجودة، لكنكم أنجحتموها قبل أن تبدأ. نفذت المقاعد في 9 دقائق، أخبارنا على الصفحات الأولى. ما الذي يعنيه هذا؟ هذا إن دل على شيء فيدل على أنكم تريدون سماع الحقيقة. لديكم تلفزيوناتكم وجرائدكم ومنتدياتكم، لكنها لا تكفيكم، أليس كذلك؟ ما زلنا نبحث عن حقيقة في كل مكان. هذا أيضا دليل على أننا جميعا جرحى، كلنا جرحى ومتعبين، وفي صميم أنفسنا سنسعى لكل ما من شأنه أن يقودنا إلى حل. نسأل الله أن يوفقنا جميعا، وعلى بركته نبدأ. سنبدأ أولا بالقوانين والنصائح. طبعا جميع المشاركين عندهم فكرة عن القوانين، ولكني سوف أذكرها لكم الآن. 1، يمنع الخطاب المحرض على الكراهية، أي هجوم مباشر على أي شخص، عائلة، دين أو طائفة، سيكون غير مقبول البتة. هذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر، التهديد، التحريض، الهجوم الشخصي أو النكت. 2، سيلتزم المشاركون بالوقت المتاح، ولن يتحدثوا خارج دورهم، ولن يقاطعوا أحدا. 3، مجادلات مدير النقاش ممنوعة تماما. 4، اطرح موضوعاتك بطريقة ARE، الآلة هي تصريح فمنطق فدليل. 5، يمنع الإجابة عن سؤال بسؤال آخر أو استعمال الأسئلة المجازية. 6، تحاشى استخدام كلمات مثل دائما أو أبدا. 7، لا تقل أنت مخطئ، بل قل فكرتك خاطئة. 8، هاجم الفكرة وليس قائلها. 9، تفادى المبالغة، استخدم كلمة العديد مكان كلمة معظم، واستعمل كلمة بعض مكان كلمة العديد. 10، انتبه إن كلمات مثل عادة أو بشكل عام تعني أن هناك استثناءات. 11، إن كنت تطرح حقائق وأرقام، اذكر مصادر يمكن التحقق منها. 12، لا تعتبر الآراء حقائق، سيتعين عليك إثباتها. إن كان ما تقول رأيا فاعترف بذلك. 13، ركز على النواحي الإيجابية. 14، تفادى الجدال. 15، سينتبه المشاركون لطريقة حديثهم دائما. 16، التزم بموضوع الحديث ولا تقفز إلى موضوع آخر أو تخلط أكثر من موضوع معا، سيتدخل مدير النقاش لإعادة الأمور إلى نصابها. 17، التزم بالأدب واحترم غيرك، لن يسمعك أحد إن لم تكن أنت مستعداً لسماع غيرك. هذه القوانين تنطبق على المشاركين وأيضاً الحضور في حال تعقيبهم. نبدأ بالجلسة الأولى. الجلسة الأولى بعنوان صوتي. 10 متحدثين أو 9 اليوم سيتناوبون فيما بينهم إلقاء كلمات قصيرة لا تتعدى 4 دقائق لكل متحدث. يستطيع المتحدث التحدث لأقل من الوقت المحدد، لكنه لا يستطيع التحدث أكثر من ذلك. سيرن جرس تنبيه قبل 15 ثانية من انتهاء الوقت لتنبيه المتحدث. سيرن جرس مرتان عند انتهاء الوقت، على المتحدث التوقف عن الكلام حينها. سيرن الجرس 3 مرات بعد نهاية الوقت ب5 ثوان إن استمر المتحدث بالكلام. بعد نهاية الوقت ب10 ثوان سوف يقطع ميكروفون المتحدث. يستطيع مدير النقاش التدخل في أي لحظة إن تم خرق القوانين الموضوعة. إن تدخل مدير النقاش لتنبيه المتحدث للمرة الثالثة، سيتم اعتبار كلمته منتهية ويتم الانتقال لتعقيبات الحضور. بعد الانتهاء من كلمة المتحدث ننتقل لتعقيب الجمهور. سيتم إتاحة الفرصة لشخصين من الحضور للتعقيب بما لا يتعدى 30 ثانية.
القوانين ذاتها التي تحكم الكلمات ستحكم تعقيبات الجمهور. يستطيع مدير النقاش التدخل للتنبيه أو لإيقاف التعقيب. سيرن جرس للتنبيه بعد مضي 30 ثانية وسينقطع الميكروفون بعد مضي 35 ثانية من البداية في حال التعقيب. لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور للحديث سيحظى كل شخص من الحضور بفرصة واحدة للتعقيب فقط ولن يتم اختياره مرة أخرى إلا في حال عدم تقدم أي شخص آخر للتعقيب. على الراغبين من الحضور بالمشاركة في التعقيب التعبير عن رغبتهم بذلك عن طريق رفع يدهم. سوف يتم إفساح المجال حسب الأسبقية. بعد الكلمة والتعقيبان سينتقل مدير الحوار للكلمة التالية وهل مجرة حتى ينتهي جميع المشاركين من إلقاء كلماتهم. الترتيب اللي بنبتدي في اليوم طبعا ترتيب أبجدي. وأول مشارك عندنا اليوم بيكون الأستاذ خليل بوهزاع. تفضل. صباح الخير جميعا. في البداية طبعا نشكر الأخوة القائمين على هذه المبادرة ونتأمل يعني أننا نخرج بشيء إيجابي من الحوار. أنا أتذكر يمكن قبل 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات في نفس هذا النادي عقدت ندوة وقبل بداية ما يسمى بالمشروع الإصلاحي في البلد عقدت ندوة وكان فيه يمكن قيادات العمل السياسي أتذكر منهم المرحوم جاسم فخرو وجاسم مراد وبعض الأشخاص كانوا يتكلمون عن المرحلة المستقبلية للبحرين وماذا يمكن أن يتحقق للبحرين في ظل ما كان هو مطروح من مشروع إصلاحي. كنت أتوقع بأن احنا سننتقل من ديش المرحلة بننتقل من مرحلة إلى مرحلة جدا متقدمة بتكون فيها حرية الرأي والتعبير هي يعني نص مقدس لا يمكن المساس به، سلامة الجسد وسلامة كرامة الإنسان وسلامة رزقه مسألة لا يمكن المساس فيها. لكن للأسف كل ما صار في الفترة اللي راحت تبين العكس، تبين بأن هناك لا يوجد مشروع، لا توجد دولة، لا يوجد قانون. أنا بتكلم يمكن أو بحصر مداخلتي في بالتحديد فيما يتعلق بالجانب العمالي. نحن نتكلم عن 3000 أو أكثر من 3000 مفصول، 50 نقابي، 457 تقريبا امرأة، مجموعهم ما يعادل أو ما يمثلون فوق 13600 شخص بدون يعني يعيلون 13600 شخص طول الفتره اللي راحت لا يملكون اجر من ابريل للفتره اللي راحت اغلبيتهم لم يتم صرف لهم حتى اجورهم او تامين ضد التعطل. ما يمكن واحنا نتكلم عن وجود قانون ووجود مؤسسات ان تحصل كل هذه الانتهاكات في البلد. من يخطئ في قانون في محكمة في يجب أن تكون في محكمة وفي نيابة مستقلة تطبق عليه إجراءات الضبط تطبق عليه إجراءات التحقيق ومن ثم يقدم إلى محاكمة عادلة ويصدر عليه ما يستحق من عقاب حسب القانون. ما يطلع لي شخص يطلع لي في الجرائد ويقول لي لا عفى الله عما سلف ونهار ثاني 3/4 الموظفين في أكثر من قطاع يتم بين قوسين تطهير المؤسسات الخاصة والعامة منهم. هذه فيما يتعلق بالجانب العمالي. لما بنتكلم على المحور الثاني الجانب الإعلامي واللي هو للأسف الدولة لم تكون على مسافة متساوية من المواطنين في موضوع الإعلام. هناك آراء مطروحة كانت في الشارع بدءا من 14 فبراير في منها المتطرف وفي منها السقف المعتدل وفي منها السقف المنخفض. كل هذه الآراء لم نسمع لها أو لم نراها في التلفزيون الرسمي. ترك التلفزيون الرسمي لبعض الموتورين بالتخوين بالدخول في الحياة الشخصية للناس في التخوين في وضع صور الناس في التلفزيون وأصبح من لا يعرف يكتب مقال من 100 أو 150 كلمة هو من يحدد من الصحفي وغير الصحفي من هو ذو الولاء ومن هو غير الولاء. وأصبحت المسائل غائب يعني ليس هناك معيار حقيقي ممكن أن تحدد فيه من هو يستحق هذا العقاب أو لا يستحق هذا العقاب. يضيف على ذلك بأن التلفزيون أو أجهزة الإعلام مو هي اللي تحاكم الفرد على نواياه أو على تصرفاته. إن وجد خطأ أرد أكرر في محاكم يقدم للمحاكمة بكل ضمانات القانون يجب أن تكفل له ومن ثم يعني
يطبق عليه ما يستحق من عقاب. شكرا استاذ خليل. ننتقل الى تعقيبات الجمهور. اذا حد عنده تعقيب. ما حد عنده تعقيب. كلكم اوكي ويا علي. اوكي. إذن في هالحالة إذا ننتقل إلى المشارك التالي. مشاركتنا التالية الأستاذ رزان عبد العال، تفضل. صباح الخير. أدري كلنا بحرينيين، كلنا نتحدث عربي، but there are some of us here who don't speak Arabic. Therefore, I've prepared a speech in English. Please bear with me. I'm not a politician. I'm not an economist. I'm not a social worker, nor am I an activist. I'm simply a Bahraini voice. I'm a creative Sunni Bahraini young woman. I come from a mixed family. My mother is from Rafah, and my father is from Blad al-Qadim. I have lived the reality of hashtag Unite Bahrain, and have grown up in an environment where the terms Sunni and Shi'i were hardly ever used. In fact, I only discovered that I was a Sushi by chance. In the past year, we have come to label ourselves and one another in an attempt to create a comfort zone out of the uncomfortable, unprecedented situation we found ourselves in. We began by calling each other Baltajiya, Rawafad, Tabbala, Majus, Khawana, and Murtazaqa in order to differentiate ourselves from one another. The words we have circulated are not even Bahraini terms. They have nothing to do with our culture, our beliefs, our standards, or our joint identity. Through these alien labels, we have caused irreparable damage to our joint social fabric. We have drifted so far apart simply by abusing language and incorporating terms of hate into our everyday terminology. We have all reinforced sectarian strife through perpetuating stereotypes. And we have all had a hand in the now stagnant polarization of our nation. The ideology of divide and conquer had claimed us all. We are in desperate need of a change. And in order to change an ideology, we must first address the terminology. We need to revert to words that reflect our true Bahraini nature. Words that will help reconcile our shattered society rather than feed this nation now comprised of skeptic, paranoid haters. Words like Ukhui, Akhti, Hajji, taken from a time not long ago, are the step forward towards minimizing this gaping chasm. We need to bring back the Bahrain that was once home to tolerance and most of all, respect. When I discovered I was a Sushi, I asked my mother about the difference. She told me that it was the same as a person who parts their hair to the left and a person who parts their hair to the right. At the end of the day, personal preference should not affect any social mechanism, nor should it be the only detrimental factor in assessing a person's identity. Some Christians are priests, while others are bank robbers. Yet, we evaluate their actions, not their religion. The effect we have on our surroundings begins with a single word. By labeling all Shia as opposing factions, we take away from that sect rather than add to it. By labeling all Sunnis as loyalists, we also take something away from that sect that cannot be rectified. In order to address any problem, we must begin with the tools used to create it. Words are the voice of a problem and are oftentimes the loudest of tools. We need to respect and understand the power our words have and their ability to either shape or break a society. When we give things labels, we create an alternate identity that may not have existed until we put a name to it. We create a void filled with stereotypes, fears, and elements of the unknown. We dehumanize rather than relate to a fellow Bahraini. We will all keep losing a part of our souls in this process until we use the soothing balm of language to heal our livid scars. شكرا اخت رزان. اذا احد من الجمهور عنده تعقيب.
I just want to ask a question since she's talking in English. I will ask in English. We're not taking questions now. If you have a comment, sir. Okay, I can put it as a comment. I don't think words only will change what the situation in Bahrain. I think there should be something bigger, some political change. We all can't speak like this, words and use the right terminologies, but we need a real initiative, political initiative. Thank you. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Diya. I totally agree with you, and I'm here. I don't want to play the blame game like others. I just want to say that let's boycott these people who use this terminology. Let's tell them that they are not welcome in our united society. We were one society. Something happened, and you know, divided us into two groups. Let's move together. Let's boycott these people, and let's move together. We want to move forward for a future of our country. Okay, thank you. ننتقل إلى المتحدث التالي الأخت سارة بن عاشور. Before you as a Bahraini in whom a diversity of identities have coalesced. For where I give to a full account of my demographic, I would have to describe myself in a very complex manner. I'd have to say I'm a female, Bahraini, Khaliji, Arab, Shia. I could go on all day. And while I have been able to live at general with peace within me, myself, and my numerous identities. Sadly, these very identities are far from living at peace with one another since the unrest in February. Indeed, as everyone here knows, a deep and serious conflict has wended its way into the very fabric that connects Bahrainis, threatening to separate them forever through the only mechanism that can cause such severe disruption, horrible violence. And while that violence will in many ways be at the center of our discussion today, at least in the sense that it is the matter of urgency, let me offer myself as simple evidence that there is nothing inherently problematic about these identities coexisting. We all can live together in harmony, if only we can learn to listen to each other. If we can show each other compassion, if we can recognize our common interests, if we can stop the fanatical, division, end of the world rhetoric, so that all Bahrainis might patiently and progressively seek together a much desired state of peace and prosperity. It can be done. It must be done. I believe many of us believe it will be done. But let me leave behind the murky world of hope and linger moments on facts. For while it is our hope for the future that brings us here today, it is our reality that has made it absolutely necessary that we work hard to keep that hope alive. Our reality is this. The reasons for the recent unrest in Bahraini society must be fully understood. Its root causes must be honestly analyzed, and its alternatives must be clearly described so that we may move beyond the current state of galvanized hatred and hunger for destruction into a more productive dialogue that generates progress that is good for all, not anarchy that merely satisfies a few. So first to the task of understanding the issue at hand is to begin on something we can all agree on. No government is blameless, only accountable. Bahrain as a modern nation is in need for progressive reform. Anyone who denies such a thing is not only a fool, but an enemy to progress.
And indeed, the ruling family itself, spearheading and continuously initiating dialogue, reconciliation, and a vision for reform forward, is a testimony that Bahrain has a monarchy that is more progressive and responsive to the needs of its citizens than perhaps any other in the region. To accept that we must improve and to work for those improvements is the sign of an enlightened rule. And that is the kind of rule we have in this kingdom. Why the unrest? Contrary to what might be said, it is not because the government is oppressive, nor that because we are despotic. These claims are far from the truth. What we have witnessed are unpopular acts of unrest. Thank you very much. شكراً لأخت رزان. Sorry, سارة. ننتقل إلى الدكتور عمر الشهابي. تفضل. آسف. الكومنتس. في أحد عنده تعقيب؟ أحد عنده تعقيب؟ ننتقل إلى الدكتور عمر إذن. الميكروفون الله خليك. أنا الشباب طلبوا مني أن أتكلم عن المسألة السياسية، وفي الأساس طبعاً هي المشكلة السياسية، فأنا بتطرق إلى هاي الموضوع، وهو هاي موضوع قديم جديد صار لنا أكثر من 40 سنة نناقشة، وما ردنا بالرد نناقشة لأنه أنا أظن أساس المشكلة وهو أساس الحل. وأنا بابني يعني اللي بقوله هني في 4 دقائق ما أدري الواحد شو يقدر يقول، بس بيكون مبني على ورقة قدمها الشيخ الدكتور عبد اللطيف المحمود في 1991 اسمها المشاركة الشعبية في القرار السياسي، وهو انسجن بعد ما قدم هاي الورقة. والموضوع هو الدستور. أنا ما بقعد أنظر الحين، ما عندنا 4 دقائق في موضوع الدستور، بس الدستور يعني مبدأه بسيط جدا. الدستور هي وثيقة تنظم العلاقة بين المجتمع والحكم. هذه يعني أهم شيء هو في الدستور، ينظم العمال، ينظم القضاء، ينظم العلاقة، ينظم شنو واجباتك حقوقك. الدستور هي أهم وثيقة. وفي شيء أساسي في الدستور لازم يتواجد فيه، إن الشعب بكل مكوناته لازم يكون له دور في وضع هذا الدستور، لازم يكون له دور. إن الطريقة ما أنا يعني كان لي انسمع صوتي وكان لي دور في وضع هذا الدستور. الحين شنو بينحط في هاي الدستور؟ دولة مدنية، دولة دينية، حرية تعبير، في ضوابط. المهم انه يكون صوتك انسمع، وحتى لو كان في اختلافات ومؤاخذات، لكن الكل قاعد في غرفة واطلعوا بدستور. احنا في البحرين كان عندنا دستورين. اول واحد في سنة 73 كان في مجلس تأسيسي، في غالبيته حوالي 3/4 كان منتخب، والجزء الثاني كان معين. ناقشوا انتخبوا لوضع الدستور، وناقشوه لأشهر طويلة، وكانت في الجرائد وصار نقاش، هل هو لازم يكون نحط الرجل أو المرأة في الدستور، هل هي دولة دينية أو لا، والكل كان يعني يناقشه، وكان في كثيرين موجودين فيه، كان في الأستاذ جاسم مراد موجود، كان الشيخ عيسى قاسم موجود، كان المرحوم فارق المؤيد موجود فيه، طارق المؤيد عذرا موجود فيه، وكثيرين. وضع الدستور وقر في 73، بعدها بسنتين انحل المجلس وعطل الدستور وجاء قانون الطوارئ، ودشينا في دوامة 40 سنة من قانون الطوارئ ومن حركات مطلبية. في نهايتها أظن كلنا نتذكر في 2001 يا مشروع الميثاق اللي جميع البحرين صوتوا عليه. بعد بسنة في 2002 طلعنا بدستور ما حد كان يعني ما حد عرف عنه، انكتب وراء ابواب مغلقه، ما حد من البحرينيين كان فيه له دور. تعالوا يا جماعه ما يصير، هذه اهم وثيقه ستدير طريقه العلاقه في الدوله وفي البلاد وفي المجتمع، ما يصير ان الشعب ما يكون له دور فيها. الكل من كان مؤيد للدستور او كان معارض بيتفق انه ما كان له دور في وضع هاي الوثيقه. ومن يومها دخلنا في دوامة، جزء من الشعب كبير رافض الدستور، واللي قاطع واللي شارك ودوامات سياسية وهذه، ولم تنتهي إلى وصلنا إلى شو اسمه اللي صار في تفجر الموضوع في 14 فبراير.
وحتى تاريخ 14 فبراير لو تشوفون ليش اختاروه المتظاهرين هو لأن ذكرى الميثاق وذكرى الدستور، الدستور الموضع في 14 فبراير 2002. فالنقطة الرئيسية يعني كفيش زيادة بس بوقف هنا، النقطة الرئيسية إنه لازم إحنا يا جماعة أول شيء نركز على الدستور ولازم يكون للشعب دور فيه، لأن هاي الوثيقة اللي بيننا إحنا كلنا كشعب سني وشيعة، إحنا لازم نتفق في النهاية على شيء يجمعنا، والوثيقة الأساسية هي الدستور. وشكرا. شكرا دكتور عمر. في أحد عنده تعقيب؟ أستاذ سميرة. أول شيء شكرا. شكرا. بس فقط للتصحيح، هي مداخلة للتصحيح، الدكتور عمر حسب ما قرأت هو رئيس مركز دراسات، وأعتقد كان عليه أن يلتزم بالدقة في الحديث. أولا المجلس البرلماني السابق لم يكن ذو أغلبية منتخبة، كان هناك تفاوت في الأرقام بين المنتخبين والمعينين بشكل لا يخدم المنتخبين. رقم اثنين سنوات الطوارئ. سمير عندنا 30 ثانية بس للتعقيب. يعني المهم أن الطوارئ لم يستمر 40 سنة، هو كان 25 سنة فقط للدقة يعني. شكرا شكرا. في أحد عنده تعقيب ثاني؟ أبي أشكر لو توكين بس إسراء سليس، أبي أشكرك الدكتور عمر على مداخلته. أعتقد دائما صار نقاشات دائما يجاوزون مشكلة إن هي قبل كل شيء مشكلة سياسية، أزمة سياسية تحتاج حل سياسي، هو ذكر بالتفصيل طبعا. أحب أشكره حق أعتقد نحتاج حل سياسي بغض النظر عن الموضوع اللي يتكلم عنه أخ خليل بهزاع، في وايد أمور صارت في الأزمة بس مشكلة سياسية تحتاج حل سياسي. شكرا لك. ننتقل إلى المتحدث التالي الأستاذ فهد بن علي، تفضل. السلام عليكم. السلام. هو الخطاب اللي جهزته أنا بالإنجليزي بس الأسئلة يمكن تصير بالعربي، بس هذا الموضوع أريح لكم بالإنجليزي. بس بتكلم عن شلون اخترت موقفي السياسي بعد 14/2. أتوقع أنه بحاجة هذه السؤال. يعني before February 14, like many in Bahrain, I was not interested in Bahraini politics. Though I've always enjoyed watching world events, news of world events, and world politics. Even at 12 or 13, I've enjoyed watching the Bill Clinton impeachment saga, which was not exactly PG. Bahraini politics, to me, I wasn't interested in it because Bahraini politics, to me, seemed removed, detached, and irrelevant. I didn't feel like I had a say in it. No way to influence it, no way to make a change. But all that changed on February 14, 2011. With February 14 came a political awakening of sorts and the realization that we do indeed have a voice, especially after the ceiling of demands was escalated from reforms to revolution. Suddenly, silence was not an option and indifference was not an option. All that time, during that time, especially February and March, I think all questions in Bahrain were reduced to the simple question of, are you for revolution or are you against it? And you had to pick your position. There was no in between. That question was extremely divisive to Bahraini society, though even to say then that Bahraini society was divided between pro-democracy and pro-government is inaccurate. We are all pro-democracy, still are. We just differed on three major questions: how, when, and to what extent. How, is it through revolution or reform? When, is it now, immediately, or gradually over time? And to what extent? Do we go for a republic, or are we content with a constitutional monarchy? Well, I picked my position, I took my stance, because I believe that the Arab Spring was never about the toppling of governments. It was about achieving democracy. To have the toppling of governments as the only yardstick and the only measure of success oversimplifies a very complicated situation and marginalizes serious reform initiatives. I believe that democracy, as His Majesty the King said in the constitutional amendment speech, that democracy is not just a form of government, that it is also a culture. I believe that democracy has prerequisites. Democracy requires a strong sense of individualism.
we right now have people who base their entire election campaigns either on strong support from their religious community or just an outright fatwa, and they actually win. Democracy requires an entrenchment of the rule of law. It requires strong institutions to ease and withstand the transition. I believe that democracy is not a threshold to be crossed, that it is a process of transition. No healthy, stable, and long-lasting democracy came about overnight. Our government is flawed, yes, but it is not broken. We reform what is flawed, and we abolish what is broken. I think what we need in Bahrain is actual engagement, dialogue, reform, and participation. There is room to grow. They've acknowledged that they are willing to listen, willing to, you know, take this country forward. But what I've seen over the last 10 months was, you know, a rejectionist attitude that created an artificial stalemate that is further dividing Bahraini society and polarizing it and actually driving people at both extremes to radicalism. I mean, every major reform initiative since February has been rejected. For a movement that keeps calling for reform, I see that as not very constructive. That is my speech. شكرا شيخ. من له تعقيب؟ انت ما تحكيتي من شوي؟ حكيتي. آسف. عبد العزيز محمد، شكرا على المداخلة. أعتقد أن الإشكالية هي الفصل بين السلطات، لأن لو تلاحظون عندنا مجلس منتخب خارج الأزمة، ما شفنا أي وجود في الأزمة، بالإضافة إلى قضاء أحكامه كانت ما قبل التقرير تختلف جذريا عن ما بعد التقرير، وهذا يدل دلالة واضحة أن الكل مرسوم من قبل سلطة عليا هي اللي تقود المشهد. فأعتقد تفريق بين السلطات هو جزء من الإصلاح الدستوري المطلوب. شكرا. في أحد ثاني عنده تعقيب؟ أوكي، إذا يعقوب. السلام عليكم. أولا أشكركم على هالمبادرة. أتفق مع الأخ فهد أن احنا محتاجين إلى استقلالية القرار، وإحنا نعرف أن البحرين نقدر نعتبر البحرين كطير لا جناحين، والجناحين هم طبعا أهل السنة والجماعة والشيعة، إخواننا الشيعة. إحنا حاليا نعيش في وضع إن في عندنا جناح نقدر نقول عنه إنه مكسور، صار له 40 سنة مغيب عن لو اسمع، يعني لازم يستمر. أوكي، بس هو كان مغيب إلى تاريخ 21 فبراير. معلش، مشكور. ننتقل إلى المتحدث التالي، السيد محسن العلوي. تفضل شيخ. السلام عليكم. مايك. جرب الحين شيخ. جرب. السلام عليكم. أولا شكرا للمنظمين. طبعا أكثر شيء راح أكون أقرأ يعني من الورقة لأن الوقت جدا ضيق. بشكل عام في المنطقة واجهت تحديات كبيرة في المحاور التي وضعها منظمو هذا النقاش بالنسبة لحقوق الإنسان والمجتمع والمستقبل، وقد واجهت البحرين مصائب جمة في هذه المحاور وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بحقوق الإنسان. لقد تعرضت حقوق الإنسان بالبحرين لانتهاكات كبيرة منذ أن أعلنت فترة السلام الوطنية، فقد أثبت تقرير بسيوني أن هناك نمط ممنهج في سلوك السلطة الذي أدى لانتهاك حقوق الإنسان واستمرار الانتهاكات بذات الطريقة خلال تلك الفترة وحتى يومنا هذا، ينم على أن هناك خلل في السلك الأمني والسلك القضائي في البحرين. وعندما أقول السلك القضائي أقصد النيابة العامة وكذلك القضاء. بحكم قربي من هذه القضايا فالبين أنه لا يوجد لدينا تحقيق جدي حقيقي من النيابة العامة ولا رقابة منها على السلطة التنفيذية ولا عقوبات من المحاكم رادعة على أبسط أو بسطاء السلك الأمني فضلا عن رؤساء ذلك السلك. وبالجانب الآخر كانت هناك تهم من النيابة العامة وأحكام من المحاكم مبالغ فيها جدا على أشخاص مجرد لحرية التعبير عن الرأي وصلت إلى المؤبد.
سأذكر أربع جهات بشكل سريع تسببت في تعسف السلطة التنفيذية في انتهاك حقوق الإنسان. النيابة العامة، مفهوم النيابة العامة يقصد به أن النيابة العامة يجب أن تنوب الأشخاص في تحريك الدعاوى الجنائية، ولكن للأسف كانت هناك جرائم تقع، كانت هناك تقارير طبية أمام النيابة تثبت تعذيب هؤلاء الأشخاص، ولكن النيابة العامة كانت لا تحرك أي ساكن، لم تحرك أي دعوة إلا بعدما جاء تقرير بسيوني. بالنسبة للقضاة في مصر مثلا يتم اختيار القضاة عن طريق اختبارات شفوية ونظرية من قبل نادي القضاة في مصر، وهو نادي مستقل عن السلطة التنفيذية، بينما في البحرين يتم اختيار القضاة على أساس الانتماءات أو اسم العائلة. هذه الطريقة التي تم اختيار القضاة أو النيابة العامة فيها هي التي أدت إلى صدور أحكام غريبة اعتمدت في مجملها على اعترافات منزوعة تحت التعذيب أثبتها تقرير بسيوني وليس أنا. حوالي أنا يعني عندي من بداية أزمة 14 فبراير ومن بداية إعلان حالة السلام الوطنية 150 متهم أو أكثر، كلهم أدلة الاتهام عليهم هو الاعتراف، يعني ما عندنا ولا متهم كذاب. طبعا وضع أعضاء النيابة العامة والقضاة يدعونا إلى أن نطالب وبشكل فوري للنظر في كيفية اختيار القضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك بوضع آلية معينة ومعايير لاختيار هؤلاء الأشخاص اللي هم راح يوقفون تعسف السلطة، سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، من إصدار تشريعات غير متوافقة مع حريات الأشخاص. عندنا مشكلة كبيرة طبعا المحكمة الدستورية بحكم أن هي يعني محكمة لحالها في أمريكا، حسب معلوماتي أو اللي خبروني الشباب أنه يتم انتخاب أعضاء أو القضاة في المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية عندنا مشكلة، كثير منها كانوا يشتغلون في وزارات أو وكيل وزارة أو ما شابه. بيّنت أو أثبتت المحكمة الدستورية أن هي أو القضاة الدستوريين أنهم غير مستقلين عندما صدر قانون السلام. كنت بتكلم عن المجتمع المدني بس ما منعنا. شكرا. شكرا سيد. في أحد عنده تعقيب؟ السلام عليكم. علي الصباغ. بس عندي تعقيب سريع على موضوع تقرير بسيوني. أنا بالنسبة لي اللي طرقت عليه، أنا أعيدك أن كان في هناك انتهاكات لبعض بعض الشغلات، بس أنا أفضل أن ننظر إلى كل قضية بمفردها، ولا نستخدم موضوع تقرير بسيوني على أنه ورقة الجوكر أن نعطي البراءة حق كل الأشخاص في كل القضايا. شكرا. تصحيح. السلام عليكم. علي الخليفة. ما عليك أمر، توقف الشيخ. وقف الشيخ، ما عليك أمر. بس تصحيح، المحكمة الدستورية في أمريكا الرئيس الأمريكي هو اللي يرشح أعضائها وكونغرس يوافق عليهم. شكرا. إذا ننتقل إلى مو بأحين الشيخ. بعدين في الجلسة الثانية بيكون في نقاش بينكم، نبتدي بموضوع وكلكم تعلقون على بعض. ننتقل إلى المتحدث التالي اللي هو الدكتور محمد المحرقي. دكتور تفضل. السلام عليكم. Okay, so again I'm going to shift back into English. The topic I'm going to talk about is specifically about healthcare. It's what I do, so that's what I'm going to talk about. It's quite a sensitive topic, so I'll try to skim this through as quick as possible, because again, like my colleague, I might forget a few things. The role of Bahraini medical personnel is still very much a part of the political unrest, having played a crucial part of the February and March escalation, as well as the continuing political instability and dialogue in our country. It has polarized both the larger community as well as the local medical community to what seems to be an irreparable divide. This deeply is worrying to the future of healthcare in Bahrain as a whole. One of the main reasons why this divide continues to grow as time goes is loss of accountability, and accountability is lost on both sides. It's not just on one side.
But unfortunately, you know, it's like with this debate, when this debate was announced, you know, I started getting, you know, quote unquote warnings to not attend. The question today, because everybody knows where I stand on this, the question today revolves around the role and responsibility of bringing these issues to light. In short, should we tackle issues head on or play them down into forgotten history? Again, I'm going to shift back to the BICI report. The BICI report addressed the conduct of medical personnel in the SMC during the unrest, following thorough investigations. And this is the other narrative that nobody touches upon. And this is the narrative that worries me, and worries me because I do have concerns about the future of healthcare and the future of our profession, which is a noble vocation. In chapter 5 of the BICI report, and I will quote these verbatim. Firstly, breaches of patient confidentiality and consent. That's in paragraphs 836 and 847. People have to understand that these are breaches of confidentiality, yes, but it happened during sectarian strife, during unrest in the country. People should be more sensitive, especially clinicians, when they're dealing with these patients. When you announce a patient and actually show a patient's identity on TV, on international television, you are endangering lives of those patients. And that's what happened. Secondly, medical personnel treatment of injured expatriates rose to a level of human insensitivity and professional disregard of medical ethics. This is paragraph 838. And this is verbatim. And this is the most worrying, actually, of all the conclusions and findings. This does not just breach medical ethics, which is basically beneficence, non-maleficence, as well as patient dignity, but actually breaches questions the humanity of the clinician or the clinicians. Lastly, breaches of medical neutrality, impartiality, and most specifically, involving personal beliefs in healthcare provision. And that comes under the charge of going on politically charged marches, protests, politically charged and lectures, on hospital grounds. And that's in paragraph 833, 834, 837, 847, etc., and goes on. You know, since many of my fellow Bahrainis feel that this is part of freedom of speech and internationally accepted democratic rights, it's very dichotomous. Let me just explain. For example, in the US, they have something called the public forum doctrine, which is part of the US First Amendment, which is freedom of speech. People should understand, this is the grandfather or grandmother of freedom of democracy and freedom of speech. The federal government may restrict and militarily intervene in areas that considered to be inappropriate as forum of free speech, which is a limited forum doctrine, and that includes hospitals. The General Medical Council of the United Kingdom as well, which is the governing health authority, restricts interfering of personal beliefs into healthcare, as well as the World Medical Association Geneva Conventions of 1948. Thank you very much. شكراً دكتور. إذا حد عنده تعقيب؟ لأن هاي فرصتكم حق التعقيب، ما في تعقيبات بعدين. السلام عليكم. عليكم السلام. خالد. I reread this specific part of the report yesterday. It actually says only 2 to 3 parts of individuals were involved in these actions. So I want to just to clarify this only. Okay. Shukran. No, we were not taking that. في أحد عنده تعقيب؟ Please stand up. السلام عليكم. سنية عبد العال. بس حبيت استفسر ليش قاعدين نقارن our democracy. We have a different culture. We have different traditions. Okay. I would like to hear something more about Arab tradition, Arab culture, Arab democracy. Comparing to the West, I don't believe يعني that's a very يعني that's a very relevant model to compare to, as we're totally different. شكراً. Nothing to do with healthcare, but actually I didn't clarify. I wanted to reply to the comment to the speaker before you. I didn't get a chance. شكراً. Thank you. شكراً. ننتقل إلى المتحدث التالي إذن الأستاذ محمد حسن. تفضل. جرب الحين. صباح الخير. صباح النور. سعيد
إني أشوفكم وجوه مألوفة كثيرة في المكان، لكن كعادة هذه الصالات تضيق بغير النخبة أبناء الطبقة المتوسطة. كنت أتمنى أن نرى بعد عوائل الشهداء موجودين هنا، لذلك سأقوم بوقفة حداء على أرواح الشهداء البحرين في الحاضر والماضي. شكرا لكم. طبعا مسألة مثل مسألة حق الحياة لا أظن أننا نختلف عليها حتى، وأظن أننا وصلنا إلى مرحلة نعيم الذي جرى، ونعي أن هناك ناس قتلوا بسبب رأيهم السياسي فنسميهم شهداء بدون أي حرج، ومن لم يقف معي في هذه الوقفة قد يكون له رأي مختلف وهو له الحق في ذلك. ففي النهاية الاختلاف طبيعي، ولا دخل للاختلاف في مسألة الطائفة أو مسألة الدين. سأقتبس هنا أحد قيادي حركة التحرير في أمريكا مالكوم إكس، لقد قال: علمت وأنا صغير أنني إذا أردت شيئا فيجب أن نحدث بعض الضجيج لكي يحصل عليه. أنا لا أظن أن مجرد الجلوس هنا والكلام، مهما كانت كلماتنا منمقة ومهما كانت الترمينولوجيا التي استخدمتها صحيحة، سيوقف القتل أو سيعيد الموتى أو سيوقف أي انتهاكات تجري. على الأرجح ونحن نتكلم هنالك أحد القرى الآن يتم عقابها جماعيا بمسيلات الدموع، ونحن الذي أتينا هنا اليوم بينما نمنع على أسرتنا الوثيرة في البارحة كان العديد من الشباب، شباب 14 فبراير المجيد، ينامون وهم مثخنين بالجراح، لأننا وللأسف لا نستطيع توفير العناية الطبية لهم. لقد مات أكثر من شخص في خلال هذه السنة بسبب أننا لا نستطيع أن نأخذه إلى المستشفى خوفا من اعتقاله أو اعتقال من يعالجه. فأنا أرى أننا في بداية الأمر قد نختلف على المسألة السياسية وهذا وضع طبيعي، لكن أن نختلف على المسألة الإنسانية فهذا عار كبير على هذا الجيل، ولا أظن أن الشباب سيقبل أن يكون هذا ما يذكر في ما يذكره عن ريعان شبابه، أننا اختلفنا على مسألة إنسانية مثل حق الإنسان في الحياة أو حق الإنسان في السلامة الجسدية أو حق الإنسان في التعبير عن رأيه. قد تطرح مصطلحات مثل المصالحة وأنا لا أظن أن هذا الشيء كافي، فالذي جرى لم يكن احترابا داخليا، فمن الواضح أن كما أقر تقرير بسيوني أن الضحايا المدنيين يأتون من جهة واحدة، من جهة سياسية واحدة، فهذا دليل على أن المسألة لم تكن احتراب ولم تكن مسألة عنف، إنما كانت المسألة مسألة خلاف سياسي وانتهاك لحقوق الإنسان. وفي مثل هذه الحالات يجب علينا أن نتطلع على التجارب السابقة، فالذي نحتاجه ليس مصالحة إنما عدالة انتقالية كما حدث في ألمانيا كما حدث في جنوب أفريقيا. عدالة انتقالية لا تعني العدالة الجنائية فحسب، بل إنشاء نظام عدالة بموسوعها الأوسع، بمفهومها الأوسع. لدينا في البحرين الكثير من الانتهاكات التي لا يمكن النقاش فيها، يجب علينا الآن أن نبحث كيف نمنع هذه الانتهاكات من الحدوث مرة أخرى، والعدالة الانتقالية هي الأمر الذي سيضمن هذا الشيء لنا. شكرا لكم. شكرا أستاذ محمد. إذا أحد من الجمهور عنده تعقيب. بسم الله الرحمن الرحيم. مداخلة عامة قياسا على مداخلة الأخ، البارحة نمنع على أصوات طلقات في قرية القدم، واللي يعرف شارع البديع يعرف يعني وش المشكلة في البحرين، مشكلة سياسية بحتة تتكلم عن أكثر من 65 قتيل في طرف المعارضة وخمسة على روايات وزارة الداخلية من حيث الشرطة. المشكلة سياسية، رفض المبادرات التي حصلت من الكويت وغيرها تؤسس إلى مشكلة حقيقية في البلاد. دكتور لو سمحت، أنا قلت اللي قالت السلطة واللي قلناه إحنا. دكتور محمد عذرا، هذا شيء يفهم الكلام انه روايه السلطه، ما شككت انا في احد.
لو سمحت دكتور، هاي مجرد تعقيب، لهم الحق ان يقولون اللي يقولونه، قد تتفق معهم قد لا. لو سمحت الشيخ انا بعد قال كلمه. اوكي خل كل واحد يعقب. انا متاكد ان بتكون في اراء قد يقولها المشاركين وقد يقولها الحضور ما بتعجبني، بس في عندنا النظام اللي نمشي فيه عليه. تفضلي الشيخة. أحب بس أقول إن أكبر انتهاكات كانت ضد المدنيين اللي ما يخصهم. عندكم مشكلة مع الحكومة تفاهموا مع الحكومة، لكن صك الشوارع. أنا كنت مريضة وما قدرت أوصل المستشفى، عندي أزمة وأولموست اختنقت. هل وين حقي؟ وين حقي أنا في الحياة؟ وين حقي في الصحة؟ وأنا ما اعترضت على أحد، وأؤمن بحرية رأي كل إنسان وحرية مفاهيم. شكراً. شكراً للحضور. ننتقل إلى المتحدث التالي الأستاذ مراد الحاجي، تفضل. السلام عليكم. السلام. يعني بحاول أنتهي من حيث ما بدأ بعض الحضور، أن الخلاف اليوم اللي صاير في البحرين مو خلاف طائفي. ما حد فينا مختلف إن على أساس خلاف عقائدي، طريقة الصلاة، الزكاة، الخمس، وهذه الأمور عقائدية الأخرى. الخلاف خلاف سياسي، ومن بداية الحراك السياسي في البحرين من العشرينات والخمسينات، هيئة الاتحاد الوطني، مرورا بالسبعينات قبل لا تتكون حتى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني قبل 79 والثورة الإيرانية، الخلاف كان سياسي. دائما النظام حاول يصور الخلاف بأنه خلاف طائفي. دائما النظام حاول أن يقسم المجتمع سواء في وقت الأزمات أو خارج وقت الأزمات. تقسيم الدوائر الانتخابية عندنا تقسيم على أساس طائفي. قبل لا تبتدي الانتخابات وقبل لا تروح الناس تصوت، نعرف أن احنا بيكون في عندنا 18 نائب شيعي ومركم سني، يعني هذه الحسبات كلها معروفة عندنا. اليوم صارت غياب دولة المؤسسات وغياب الدولة الحقيقية، غياب دولة القانون، خلت الفرد، يعني أنا أحمل كل أطراف المجتمع المسألة الطائفية، خلت الفرد إنه يكون لين يبي يدور له شغل، بدل ما يروح واحد يتخرج مثلاً عنده بكالوريوس أو ماستر، بدل ما يروح يقدم في وزارة العمل أو الجهات المعنية بالتوظيف، يروح حق طائفته، يروح حق الناس. إذا هو مثلاً شيعي يروح الوزارة المعينة، إذا هو سني يروح الوزارة المعينة. في كل أمور الحياة يعني صار الفرد، لأن ما في قانون يدعمه، ما في قوانين تنصفه، فدائما يرجع عشان على أساس حقوقه للطائفة وللقبيلة وللعائلة. فهذه شيء مهم جدا، أن اليوم ومنذ البداية ما تشكلت البحرين أو ما تشكلت الحكومة في البحرين أو النظام السياسي في البحرين على أساس دولة المؤسسات والقانون. كان كل التشكيلات كانت بأساس عائلة تحكم وتحكم طوائف، ما تحكم مواطنين، تحكمهم على أساس طوائفهم. حتى التقاء القيادات السياسية دائما يتم الالتقاء على أساس طائفي. نشوف يوم لقاء مع القيادات الطائفة الشيعية، واليوم الثاني يتم الالتقاء بقيادات الطائفة السنية. يعني كلنا نتحمل المسؤولية اليوم في البحرين، لازم نركز، لازم نحط في بالنا هالشيء. كل واحد عنده وسيله، من البيت، من البرودكاست في البلاك بيري، للتويتر، للي عنده عمود، للي يطلع في التلفزيون، كلنا ترى محاسبين على اللي بيصير في البحرين. خلينا ناخذ التجربه اللبنانيه كمثال. اللبنانيين في تصارعوا في السبعينات ولمده تقريبا 16 سنه، ازيد من 16 سنه تصارعوا، لان النظام كان نظام طائفي وحاولوا ان كل واحد يطلع بمكاسب طائفيه. و16 سنه ماتوا في لبنان ما يقارب 145 ألف لبناني، أغلبهم من المدنيين، 145 ألف، غير اللي تشردوا غير اللي طلعوا، ماتوا. وانتهت الحرب الحرب الأهلية عقب 16 سنة وشيء، وظل النظام الطائفي، لأن الناس دشت بهدف الاقتسام الطائفي. اليوم في البحرين النظام، إن اليوم في البحرين الحكومة هي اللي تتحمل، هي اللي زرعت الطائفة في البحرين، هي اللي زرعت الطائفية في البحرين. احنا اليوم ما حد، يعني لا نعتقد اليوم في تصرفاتنا، لازم نكون مسؤولين لين نتكلم مع الناس، لين نقول آراءنا. ما في احد بيلقي الطرف الثاني، لا معارضة راح تلقي الموالاة، ولا السنة راح يلقون الشيعة، ولا الشيعة راح يلقون السنة. لازم نتصرف، لازم تكون تصرفاتنا على هاي الأساس، نكون على هالدرجة من المسؤولية.
خلافاتنا خلافات سياسية، ولازم نرجع كل هذه الخلافات إلى الدائرة السياسية. وكفانا طائفية، لأن اللي خسران مو حكومة مو معارضة مو جمعية، اللي خسران هم الناس، هم اللي بتخسر. شكراً سمران. في ذا حد لتعقيب؟ I am terrified by the amount of people that I see at work, for example, who are convinced in the Shia are out to get us, and the Shia who are convinced the Sunnah are out to get us, and everybody is honestly convinced that they're out to get each other. And I can't even blame that on the government anymore. I think people need to wake up and take personal responsibility for the way that they perceive each other, because it's scary. It's really scary, the amount of people that think they're out to kill each other. Shukran. Hathani? بسم الله الرحمن الرحيم. مطر أحب يعني أثمن على كلام الأخ الحاكي، أتفقية تماما، بس خلونا نفترض احتمال بكرة انتقلنا إلى حكومة منتخبة بالكامل ومجلس كامل الصلاحيات، هل مشاكلنا راح تنتهي؟ أنا أعتقد لا، يعني المشكلة الطائفية هي موجودة في البحرين، بس مو صحيح أن نفكر في حلها بعد ما نحل مشاكلنا السياسية. أنا أعتقد أن لازم الحل يمشي بالتوازي. مشكلتنا الرئيسية هي الاستئثار بالسلطة والثروة، مع هذا علينا أن ننظر إلى المشاكل الطائفية. شكراً. هذه طبعاً يتم جلستنا الأولى، وشكراً جزيلاً لتفاعلكم. بنتوقف حق استراحة بسيطة أساس بعدها نكمل الجلسة الثانية. شكراً. مرحبا فيكم مرة ثانية في جلستنا الثانية. جلستنا الثانية بتكون مقسومة إلى ثلاثة أقسام، كل قسم بيكون مدته 30 دقيقة فحسب. أول قسم سيحمل موضوع حقوقنا، أما القسم الثاني فسيكون بموضوع مجتمعنا، في حين سيحمل القسم الثالث والأخير عنوان مستقبلنا. مدير النقاش سيبدأ كل قسم بطرحه سؤالا مفتوحا لأحد المشاركين، سيتاح المجال للمشارك للتحدث لفترة لا تتعدى 2 دقيقة. في الموقع كان مكتوب 1 دقيقة، بس لأن عندنا وقت زيادة أثرنا أن نزيد الوقت المتاح للمتحدثين. سيرن جرس قبل 15 ثانية من انتهاء الوقت المتاح، في حين سيتم إغلاق الميكروفون عند انتهاء الوقت تماما. سينتقل مدير النقاش عندها للمتحدث التالي واحدا تلو الآخر حتى الأخير. عندها يستطيع مدير النقاش التوجه لأسئلة الحضور أو إعادة فتح المجال للمتحدثين مرة أخرى. على من يرغب من الجمهور في طرح سؤال أن يكتب السؤال مع اسمه واسم من يرغب أن يجيب عليه وتسليم هذه الورقة لمنظمي الحدث. سيطرح مدير النقاش هذا السؤال إن كان مناسبا حسب تقديره على المشارك المطلوب. يستطيع مدير النقاش التدخل في حالات مخالفة القواعد. إن حصل مشارك على 3 إنذارات في جلسة واحدة سيمنع من المشاركة حتى الجلسة التالية. إن حصل مشارك على إنذار في القسم الأول وإنذار آخر في القسم الثاني فسيمنع من المشاركة في القسم الثالث كلية. لن يتم إيقاف الساعة عند تدخل مدير النقاش للتصحيح، وسيعتبر ذلك من الوقت المتاح للمشارك بالتحدث. سيكون المشاركين مستعدين للحديث فور إتاحة المجال لهم أو في غضون 5 ثواني فحسب، وإلا ينتقل الدور للمتحدث التالي. فيا جماعة، اللي يبي يطرح سؤال على المتحدثين بس يرفع يده، وفي أحد عندنا من الجماعة بيبلكم ورقة وقلم، كتبوا اسمكم، كتبوا السؤال، وكتبوا أنتم تطرحون على مين من السادة الحضور، وبعدين لما كل واحد يأخذ دوره ويلقي كلمته بتيني على الأسئلة، بعدين بطرحها واحد وراء الثاني. أوكي. نبتدي على بركة الله. طبعا أول جلسة بعنوان حقوقنا، فلو نبتدي بالأستاذ مراد الحاكي، لو تقول لنا شيء عن هاي الموضوع. أهلا مرحبا. من حق كل بحرين، حق كل مواطن، كان من كان، اسمه، عائلته، منصبه، مذهبه،
لونه شكله طوله من حق اي بحريني انه يحدد او يبدي رايه، مو بيحدد يبدي رايه في طبيعه النظام اللي يبغي يعيش فيه. وفي وسائل موجوده حديثه تحكم، يعني تعطي الفرصه لكل مواطن انه يقول انا بالنظام كذي، انا بتكون علاقتي مع الاخر، علاقتي مع الحكومه، علاقتي مع الشعب، علاقتي مع الجمعيات السياسيه تكون بهالطريقه. على هالاساس انا اعتقد اليوم ان لتوفير هذه الحقوق احنا اليوم مطالبين بصياغه دستور جديد شارك فيه كل فئات المجتمع، كل اطراف المجتمع بشكل ديمقراطي، يقعدون شهر شهرين في سنه يحطون مبادئ اساسيه تحكمنا لفتره طويله. كفايه ان احنا نمر بهذه الازمات كل 10 سنوات نريد نبتدي من اول وجديد. اليوم احنا محتاجين ان كل شخص توفر له الفرصه في الاعلام، في الاعلام الرسمي. ترى يعني يا جماعه في مفهوم الاعلام الرسمي او الاعلام الحكومي ما وضع لخدمه الحكومه. الاعلام الرسمي التلفزيون الحكومي ينصرف عليه من المال العام، فاهدافه لازم تكون ولازم يكون اداه للناس، لان هم هذه من يعني من مالهم العام بنى هاي التلفزيون، ان وضعت الاستديوهات، ان جاوا المذيعين والبرامج والى اخره. لازم كل فرد بحريني، كل واحد منا هني قاعد، نتفق نختلف، انا اتكلم وهو يتكلم ونسمع، والناس عقبها هي تحدد كلام مراد ولا كلام محمد ولا كلام جاسم هو الصح واحنا اللي راح نمشي عليه ونتفق. وهذا المفترض تكون علاقتنا مع بعضنا البعض بهالطريقه. شكرا سمار. ننتقل الى الاستاذ محمد حسن. طبعا في جميع الازمات في اي مجتمع راح يكون في ناس خايفين على ضياع حقوقهم، وخايفين يكون التغيير مو في صالحهم. نسمع مصطلحات مثل الأكثرية، الأقلية. المسألة أن في أي مجتمع العدالة، مجتمع حقوق يراعي حقوق الإنسان، ما راح تكون في أكثرية ولا راح تكون في أقلية، لأن الأكثرية ما راح تحصل على امتيازات والأقلية ما راح تنهضم حقوقها. إذا وضعنا حقوق الإنسان فوق المساس بها وفوق أي أحد يتدخل فيها. في البحرين للأسف كان هذا الوضع مو موجود. لاحظنا شلون حرية التعبير ممكن إلى سبب بسيط مثل صديقي علي عبد الإمام، بسبب موقع بسيط فتحه مو هو اللي يكتب فيه، العامة يكتبون فيه، مجرد أنه وفر منصة للتعبير عن الرأي وصل إليه حكم 15 سنة حالياً ما ندري هو في وين، بسبب مجرد أنه وفر إلى الناس حرية التعبير عن الرأي. جزء من اللي تكلمت عنه سابقاً العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية راح في نهايتها بعد الخطوات كلها تأسس مؤسسات تحمي حقوق الإنسان من مؤسسات المجتمع المدني. عندنا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي لحقوق الإنسان ممكن نحن نخليها من المبادئ فوق الدستورية اللي ممكن بعدين في أي دستور ثاني تضمن حقوق الجماعة المجتمع كله. حرية التعبير عن الرأي، حرية التجمع، المادة 21 حرية المشاركة في اختيار النظام الحاكم، اختيار الحكومة، السلطة التنفيذية. طبعاً المادة 30 تضمن أن ما تساء أي من القوانين في الإساءة إلى أي شخص ثاني في حقوقه، بما معناه أن لو استخدمت هذه القوانين إلى الإساءة إلى أي أقلية ممكن أن بعد فصل السلطات يلجأ إلى القضاء. أستاذ محمد شكراً. ننتقل للدكتور محمد المحرقي. تفضل الشيخ. Sorry, I'm going to shift into English again, and I'll keep it with human rights. Obviously, we all agree. لو سمحت دكتور تقدر ترد بالعربي الله يخليك. ماري يعني براحتك يعني، بس أنا أفضل لكم بالعربي يعني. Okay, ننزين. Okay, تحكي بالإنجليزي لا تطالع لي كذي. باللغة اللي تبيها الله يسلمك. كل واحد له الحق إنه يحصل علاج. مثل ما تفضل أخوي هني قال إن في عندنا إخوان بحريني يتخوفون يروحون المستشفى، يتخوفون إن أحد إن بيعتقلهم بينسجنهم. أنا ما لومهم إن يتخوفون من هالأشياء، لأن مثل ما شفنا في تقرير بسيوني
وزملاء لنا شهدوا هالأشياء إن في فعلاً مرضى دخلوا السلمانية واعتقلوهم هناك أيام السلام الوطني. لكن من وكل واحد له الحق إنه يحصل علاج. شنو هو كان السبب؟ وكان حتى قبل اعتقد قبل كم يوم منزلين على تويتر الناتشري والناشونال هيلث ريجوليتوري اوثوريتي اللي هو طالعين كتاب ان او رساله بسمح عسكريين دائما يسمون رساله كتاب ان طلعوا رساله ان اي مريض يدخل طب خاص ان بمعناه ان لازم يخبر عنه الامن. ترى هاي قانون دوليا يعني في كندا يعني مراسيم في 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 نورث امريكا في يو كي اي واحد يعني يدخل مركز صحي الدكتور اذا ما يبل اذا كان شكل الانجري اللي فيه او الاصابه اللي فيه مسامحه ان ممكن لها علاقه بالاحداث يعني انا ما احب اتكلم عن مرضاي لكن بتكلم عن 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 مثلا مريض طبعا بدون اسامي قبل تقريبا يمكن اسبوع اسبوعين شفته انا اشتغل فاضطر في السلمانيه زين كان فعلا انه في انجري عليها علامه استفهام هو قال لي انه طايح انا طبعا سجلت انه هو طايح لان هو بس ان انا يوته قلت له انه اذا فعلا هذه من 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 احداث اذا ما بلغ عنها الحين وما سجل عنها الحين ما بيقدرون مركز الشرطه انه يوصلونه ويتابعونه. شكرا دكتور يعطيك العافيه. ننتقل الى سيد محسن. شكرا. انا تقريبا بكمل ورقه فرصه بتكلم في نقطتين متعلقتين بالحقوق. اولا احنا نحتاج الى اعاده هيكله القضاء لكي نحفظ الحقوق لكون القضاء دائما هو الحصن الحصين للحريات والحافظ لها من تعسف السلطه التنفيذيه. النقطه الثانيه وضع الجمعيات المجتمع المدني الدستور وجميع القوانين يحق لنا تشكيل جمعيات المجتمع المدني اللي هي تساهم في حفظ حقوق الأشخاص ولكن للأسف عندنا في البحرين وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بشكل مستمر تسعى وتحاول السيطرة على حريات الأشخاص في تكوين هذه التجمعات. فرأينا في خلال عام واحد فقط تم حل جمعية المعلمين، حل مجلس إدارة جمعية الأطباء، إلغاء انتخابات جمعية المحامين، ولذلك نحن بحاجة إلى يعني ما بقول قطع يد جمعية حقوق الإنسان. شكرا. شكرا سيد. ننتقل إلى الأستاذ فهد بن علي. السلام. هالمرة ما بحرك يدي اللي فيها المايك. إنزين. بس أنا بتكلم عن حقوق الإنسان بشكل عام. الشيء اللي يميز حقوق الإنسان عن غيره من الحقوق إن هي تنطبق على كل إنسان كونه إنسان بس، لكن حقوق الإنسان بعد هي حقوق وواجبات في نفس الوقت. إن ما في أو يعني غالبية حقوق الإنسان هي غير مطلقة، يعني فيها يعني مثلاً ما يصير الواحد حق حرية التعبير يتعدى على مثلا مثل ما قالت الاخت مساعة على حق الحريه بالحياه، ولا ان الواحد يسد شارع كحريه تعبير ويعطل السير، او مثلا انا حقي في حريه الحركه يتعدى على حقك حق حريه الخصوصيه ان اقدر ادخل بيتكم في اي وقت. فمو اي يعني حد من هذه الحق هو تطاول ولا يعني يلغي الحق بشكل كامل. هذا المفهوم لازم نفهمه احنا عندنا هنا. ثاني شيء تكلمنا احنا يعني عن مثلا بعض العيوب السياسيه ولا بعض العيوب الحقوقيه او النقص في الحقوق في مثلا في الدستور ولا في بعض الانظمه اللي عندنا هنا، لكن ترى النظام السياسي اللي في البحرين يعطي الواحد حقوق وبالعكس هذه قوه وسند له. فمثلا الواحد اذا عنده مشاكل بدل ما يطرحها خارج هذا الاطار ولا خارج هذا الاطار السياسي خليه يشارك في العمليه، خل مثلا يستفيد من المؤسسات اللي موجوده عندنا هنا. ترى الشارع هو يعني وسيله واحده ولا الاعتصام هي وسيله واحده ان الواحد يوصل صوته، لكن مو بها الوحيده في هذا الموضوع ومو بها انسب وسيله للواحد يشارك فيها. فبعض الاشياء والاسئله اللي انطرحت مثلا بعض المواضيع اللي انطرحت في 14/2 ما انطرحت في مجلس النواب ولا انه يعني مثلا انرفضت من حيث المبدا من غير المراجعه. فاوكي نظامنا الحكومي مثلا قد يكون فيه عيوب بس مو باطل، وما له داعي ان مثلا يعني انا افضل المشاركه افضل الاصلاح لكن يعني ضد الثوره او اي دعوه. شكرا استاذ فهد. انتقل للدكتور عمر. شكرا. الشباب تكلموا عن حقوق الانسان
حقوق الإنسان، أنا ما بركز على ذي، أنا بركز على شيء ثاني. في بعد شيء اسمه حقوق المواطن، أنت بعد كمواطن لك حقوق يعني، وأهم أهم حق من حقوق المواطن هي مبدأ المواطنة. وشنو ذي؟ مبدأ بسيط، أن أنت لك الحق تشارك وتعطي رأيك، مو بس تعطي رأيك، تشارك في اللي يصير في ديرتك، في مجتمعك، في البلد. إحنا حين اللي صاير في البحرين الكل مسيس، يعني الكل مسيس ما شاء الله، حين متابع سياسي ويعطي رأي وكل شيء، لكن يعني ما حد له دور فاعل، ما حد له دور فاعل، ما حد يعني قادر إن يعني هو يبدل شيء. الكل يعني أنا أكلم كل شخص، الكل مو راضي عن يصير، ما حد راضي عن الدفان. يعني أنا توني جاي من المحرق أشوف بعد هالنقعة الصغيرة ذي اللي بين الجسرين بعد قاعد يدفنونها، متى صار هالشيء يا جماعة؟ ما حد سألنا. فيعني الكل، والكل ما حد راضي على الوضع الأمني، ما حد قاعد يسأل. فإحنا الحين الكل مسيس، وفي طاقة هائلة في المجتمع ما شاء الله، يعني أفلام تطلع على اليوتيوب وهذه. إحنا يا هاي الطاقة نوديها في شيء هدام، أو إن نقدر إحنا نوجهها في شيء بناء، إن الكل يشارك مع بعض، والكل يكون له دور، مو بس إني أعطي رأيه، يكون له دور. وهاي لازم يكون له إطار عام، والإطار العام أنا برجع مرة ثانية إنه لازم نوضعه في دستور. الحين هاي ممكن إحنا نختلف ونتفق، هل دستور 73، هل مجلس تأسيسي، هل نرجع إلى ميثاق العمل الوطني، هاي كل أشياء مطروحة، بس لازم نبدي إحنا نتكلم في هاي المواضيع. وأنا بنتهي بشيء واحد، يعني مثال يرويك يعني إنه لما يكون في خلاص أنا بكمل بوقف هنا. ما بقدر اخلص. اوكي شكرا دكتور. انتقل لساره بن عاشور. When we talk about rights, I think it's important for us to support when people call for the rights for the freedom of speech. People who support the status quo also support the right to the freedom of speech. لو سمحتي ساره، لو تقدرين تقولينها بالعربي. يعني الصراحه لا يعني ودي، بس ان افكاري مرتبه. اعذرني. I'll continue بالانجليزي. هو مو برول يعني، هو ريكويست يعني. يعني that also is a freedom of choice, is it not? لا لا ما حق. ترى وقتي واقف. وقتك يمشي، كملي. So when we talk about this, we need to make a clarification. None of us condemn the right to freedom of speech. Today's gathering is a testimony that this country allows for the freedom of speech. It's created a platform for us to come out and say how we feel about our country. So I think one of the points that I would like to bring out is my right to national stability and safety. That is a right that we felt that we were taken hostage during a period of time during the crisis. This was something that was taken away from us, and we felt the real need for that right. And this is why today there is agitation in society, because nobody wants to feel vulnerable again. Nobody wants that right of safety and stability to be taken away. It transcends to people's sentiment, it transcends to our markets, it transcends to our economies. And that's what economic depression looks like. It just has a different cause. It's a political cause. So also, I think the government has taken a huge initiative to correct and rectify, to seek accountability. So we kind of want to urge for government initiatives also towards reconciliation not to be snubbed again and again and again. Because if they're snubbed, we tend to not understand what it is that the demands really are. شكرا لاخت سارة. ننتقل لاخت رزان. أول شيء بقوله إن حقوقنا، يعني من اللي لاحظته من كل اللي قاعدة أسمعه، إن كلنا نبي الحق إنه نعيش، بس ما حد يبي الحق إنه يتعايش، وهذه شيء وايد مهم. ما سمعت من ولا أحد إن نبي أنت عايش مع بعض، أبي حقي، أبي صوتي، أبي ذي، أبي لي، أنا أهلي ناسي ربعي، what about جيراني وأصدقائي والناس اللي أختلف معاهم. حتى أظن أنا كمواطنة as a citizen، وبصراحة تعريف المواطن إنه واحد يكون
إنسان مو بس يتوقع أشياء من بلده، إنسان يعطي حق البلد بغض النظر عن سياسة البلد، بغض النظر عن الحكومة، عن المعارضة وعن الأشياء السياسية اللي قاعدة تحصل. كبلد، كأرض ربتني، عطتني، ربيت فيها يعني I owe it something. فبالنسبة لي كمواطن أو مواطنة أكبر حق لي إن أتعايش مع إنسان ثاني، لأن هاي بيكون محسوب علي. بكر ربي بيسألني أنت إيش سويتي حق جيرانك؟ إيش سووا جيرانك لك؟ بأي وجه بجابل ربي بقول له والله أنا سبيتهم أهما سبوني، حقي وحقهم تغاضينا عنه لأن نختلف. هاي أكبر حق، الاحترام أكبر حق على الواحد بغض النظر عن السياسة والإيكونومي وعن أي شيء اللي يخص البلد. ترى الدنيا فانية مو عشان شيء، بس كلنا لازم نتعايش مع بعض. هذه أكبر حق على الواحد. يعني ما في شيء اسمها حرية مطلقة، يعني حرية الفرد تنتهي لأن حرية الفرد الآخر تبتدي. سور بيتي موجود لسبب حتى ما حد يتعداه. الواحد بعد عنده يعني سيجان دار مجار نفسه. شكراً للأخت رزان. يمكن تواصل مع ما قالت الأخت، سور البيوت إحنا في الفترة اللي راحت كانت يعني ما كانت في حرمة حق البيوت، لما كانت الشرطة تدش على الناس في بيوتها وهي راقدة بملابس النوم، بملابس النوم، لا حرمة دين، لا حرمة جسد، لا حرمة عقيدة احترمت في الفترة اللي راحت. هذه أبسط. إذا نتكلم على أمان، الأمان مو بس من جانب الناس، إذا في متظاهر حرك تاير والله فلت حصار، الأمان من الحكومة وهي اللي يجب أن تثبت الأمان في البلد. حقوقي بأن يكون لي صوت، لا تنتهك خصوصيتي، لا يتكلم في عرضي، لا أحارب في رزقي، أن يكون لي حق في أن أنا أحدد طبيعة النظام أو طبيعة القانون اللي يحكمني في أي علاقة، حقي بأن يكون لي عمل لائق، عمل كريم يحقق لي دخل اقتصادي أو دخل مادي يعينني على حياتي في المجتمع، حقي أن يكون لي مؤسسات مجتمع مدني قوية، أن يكون لي نقابات قوية، أن يكون في غرفة تجارة قوية، مو تجار طفيليين مثل اللي موجودين عندنا في البحرين، يوم يتكلمون بأن يجلسون مع الاتحاد ويتفقون على وقف الإضراب ويأيدون الفكرة، ونهار ثاني لأن الأخ أو رئيس الوزراء يتكلم بيجب محاسبة من أضرب عن العمل وهو حق، الإضراب حق لا يمكن الجدال عليه، وتنفصلهم. هذه كلها حقوق ممكن يعني يجب أن المواطن، المواطنة وأي إنسان يجب أن يتمتع فيها. وبالتالي حتى الرسول لما صارت الهجرة من مكة إلى المدينة لم يأتي بالصحابة أو بالمسلمين وقال لهم رحوا حاربوا، يابهم سوى مجتمع، سواهم سوى بين العبد والسيد، سواهم في السكن، سواهم في المكان الاجتماعي، وبعدين طلب منهم حقوق ورتب عليهم واجبات. شكرا. أستاذ خليل، أنت وصفت التجار بأنهم طفيليين، أرجو منك أن تمتنع عن وصف أي فئة بشكل هذه. شكرا. السؤال الأول من الأستاذ وليد النعيمي موجه للدكتور محمد المحرقي، يقول بعض الأطباء خلط بين المهنية والعمل السياسي، هل هذه حجة للسلطة لانتهاك حريتهم وكرامتهم وإنسانيتهم ومحاكمتهم محاكمة غير عادلة؟ كيفك؟ نصحتكم بس، كيفكم توحي؟ الجواب لا، الجواب absolutely no. These are colleagues. A lot of them are my friends. You know, to read, there are websites now that they talk, and some of them actually refuse. You know, one of them, who's a good friend of mine, refused to even talk on the website. His reason is he doesn't want his son to see it in the future. That's horrifying. Absolutely horrifying. At the same time, and I know I say this in the same breath, and it will make me sound inhumane. I've been attacked as being inhumane. But in the end, when I analyze this, when I talk about this, it's about the profession and about the future and about all our rights. You know, when I see interns and medical students who consider involving personal beliefs in their healthcare
and thinking that's normal. I have x-rays being stolen. I have patients who've been violated with pictures and been harassed to change their tone or change their stories for the sake of human rights, for the sake of politics. And I've seen students who I teach fight and argue and wave articles in the face of each other for the sake of politics. We've all fallen into a trap which is called moral relativism. And if we don't save ourselves by speaking out and we hear each other's voices, so I just want to be just retort that. I absolutely disagree with that, and it's horrific. But at the same time, I will continue to criticize my colleagues and continue to find a way for us to all move on by accepting the criticism. Because there were ethical breaches that happened, and I will continue to criticize them. شكراً دكتور. سؤال تالي من السيد علي الصباغ الأستاذ محمد حسن يقول تطرقتم إلى موضوع العدالة الانتقالية، هل بالإمكان توضيح آلية عمل هذه العدالة والوقت المتوقع لهذه الفترة الانتقالية؟ طبعاً الوقت يعتمد على مقدار النية الصادقة في تنفيذ العدالة الانتقالية. عادةً التجارب السابقة اللي صارت في ألمانيا، يوغوسلافيا أو في جنوب أفريقيا كانت على 5 مراحل. الترتيب مو مهم كثر ما أن تكون المراحل كلها تكتمل. المرحلة الأولى القضاء أو المقاضاة prosecution، بحيث أن كل اللي انتهك حقوق الإنسان يقاضون. طبعا بعد ما توقف جميع الانتهاكات في حقوق الإنسان راح تكون في مقاضاة، بعدها راح تكون في تعويض، والتعويض مو بس حق ضحايا التعذيب، يعني اللي وشع على زملائه في العمل أو اللي وصفهم بأوصاف طعن في شرفهم أو طعن في مصداقيتهم هو ضحية بعد في النهاية، ضحية حق حقده. فيكون في rehabilitation حق كل الأطراف، حيث أن تنتقل من community of violence، من مجتمع عنيف أو مجتمع متخاصم إلى مجتمع متعايش. بعدين الخطوة الثالثة راح تكون truth seeking. طبعا عندنا بداية إليها اللي هي BICR reporter، وإنه يشوف إنه ما غطى جميع الحقيقة وما وصل إلى المستوى اللي إحنا نطمح إليه. الخطوة الرابعة memorials، محاولة إن أنت تكون تخلد اللي صار، وهذا ممكن بشكل بسيط يفتحون الدوار بيكون في ذكرى إلى جميع الشهداء اللي ماتوا هناك. يعني المنطقة خلاص منطقة صارت رمزية مهما حاولنا إحنا نتواعد عن الموضوع. والمرحلة الخامسة institutionalize، إن تكون في بناء حق مؤسسات المجتمع المدني وبناء حق القضاء، بحيث إنه يمنع الهروب من العقاب اللي صارت سياسة واضحة مو بس في المسائل الجنائية، حتى في القضايا الفساد مثل ألبا آخر دليل. شكرا أستاذ محمد. السؤال التالي للسيد محسن العلوي من الأخت مي عاشور، هو بالإنجليزي فأنا بحاول أترجمه. يقول لك العديد من الناس من الجهتين ما يعتقدون بقوة دستور، ويفضلون نظام مبني على القبلية، وما يثقون بالديمقراطية أو بحكم ديمقراطي. شنو رأيك في الموضوع؟ أو شنو بنسوي؟ Thank you. شنو السؤال بالضبط؟ السؤال يقول لك ان في ناس من الجهتين ما تثق بالدستور ولا تثق بحكم ديمقراطي يعني، وتفضل حكم له قبلي اكثر. وانا ما اعتقد في مجتمعنا اصلا ان في ناس عندهم ديمقراطيه، معدودين جدا. مع الشيخ خلي الريال يتكلم. تفضل شيخ. احنا سواء الحكومة أو المعارضة، أنا في وجهة نظري لا يوجد عندهم ديمقراطية في مؤسساتهم، سواء مؤسسة الحكومية أو المؤسسة الأشخاص. إحنا أصلاً قاعدين الحين كبدو في البحرين وغير البحرين، ما عندنا أي ديمقراطية. هذا وجهة نظري يعني. حتى المعارضة داخل يعني مؤسساتهم هناك في دكتاتورية، يعني في أشخاص معينين هم اللي يمشوا الموضوع. لا يوجد ديمقراطية عندنا، فإحنا أوكي يعني قاعدين بدو. شكرا سيد.
السؤال التالي من الأخت عايشة خالد موجه للأستاذ مراد الحايكي. السؤال يقول: كيف يمكن البداية بالقضاء على ثقافة الانتصار على الآخر مجتمعيا؟ من حق الجميع أن يكون حرا في رأيه والعيش مع من يخالفه، فايش رأيك؟ يعني هذه التساؤل أو هذا الموضوع مثل ما قلت في البداية، عندما يجد الفرد أن هناك مؤسسات قانونية ومؤسسات حكومية راح تلبي أو راح مش حتى تلبي، راح تحتضن فكرة، راح تحتضن المطالب، فلين وصلنا لهذه المرحلة أن أنا لين محتاج وظيفة أروح وزارة العمل، لين محتاج شغلة فلانية أروح الوزارة المعنية، الوزارة الخدمية، وفي وباقف وفي قوانين، وفي بحسب القوانين راح أحصل على حقوقي، مو على حسب أن أعرف الفلان المدير أو الوكيل يوقع لي على معاملتي مخالفة يوقع لي هو الأمانة. لين وصلنا لهذه المرحلة من أن بنت عندنا دولة مؤسسات وقانون، وزارات أو خدمات تعطى على أساس قوانين متفق عليها، مو على أساس محاصصة وعلى أساس يعني محسوبية. عقبها كل فرد خلاص بيقول لك أنا ليش أروح حق أكلم أبوي عشان أحصل شغل، والله أقول حق أبوي يكلم رفيجي عشان أحصل شغل. أعرف أن أنا إذا رحت وزارة العمل بالمؤهلات اللي عندي بيوفروا لي وظيفة، بيوفروا لي التدريب المعين، بيوفروا لي هذه الأمور، فهذه راح يخلينا يعني أوتوماتيكلي إن إحنا خلاص الفرد يلجأ حق المؤسسات القانونية اللي تخدم الكل بغض النظر عن من هو كان. شكرا. السؤال التالي موجه أيضا للسيد محسن العلوي من الأخت منال راشد زيان. تقول: الحديث عن أخطاء الحكومة متفق عليه، والحكومة حاولت وما زالت تحاول وتحاور وتعترف بأخطائها، ماذا عن المعارضة التي لم تعترف بأي من أخطائها ومسؤوليتها عن الدمار والشقاق الذي وصلنا إليه؟ طبعا هو السؤال يعني أكثر سياسي، وأنا مو سياسي، بس يعني أنا أعتقد أن المعارضة من سنة 2002 بعد صدور الدستور إلى 14 فبراير كانت تدعو إلى الحوار، والحكومة لم تكن تسمع لها. بعدين الحكومة شهر واحد دعت للحوار وسكتت عقبه وقمعت المعارضة، وبالتالي يعني الحكومة واجد نفسها يعني قصير جدا يعني. أما الحوار فللآن كل معارضة تدعو للحوار، ولكن الحكومة لا توجد مبادرة حقيقية، يعني هذا وجهة نظري. وفي الأخير الموضوع نفس ما قلت لكم سياسي، أنا ما عندي أي اطلاع بالأمور السياسية. شكرا. شكرا. السؤال التالي من عبد العزيز محمد موجه للأستاذ فهد بن علي. هل تعتقد أن مجلس النواب بهذه الصلاحيات قادر، وحتى بعد التعديلات الهزيلة التي جعلت المجلس في بلاد أخرى غير البحرين؟ يعني إيش رأيك في التعديلات؟ شوف يعني بغض النظر عن التعديلات، أنا اللي أختلف مع وجهة النظر. إنزين ما عليه، أنت تقول نظامنا فيه عيوب وفي حاجة بحق الإصلاحات، أنا ما عليه، بس أنا أختلف مع وجهة النظر أن مثلا هذا النظام فيه عيوب فبالتالي باطل، هذه المؤسسة تعرف فيها عيوب فبالتالي يعني خلاص خلنا نهمشها وتهمش. تعرف في هذه المؤسسات وفي الوسيلة أن الواحد يطرح ويناقش. وثاني شيء أنا أختلف مع الأخنا مثلا المعارضة كانت تدعو للحوار من 2002 وما حصلت فرصة، كان يعني جزء كبير من المعارضة كانوا ممثلين في البرلمان، وهذه المؤسسة اللي موجودة عشان الواحد يطرح فيها هذه المشاكل، عشان يناقش هذه الأسئلة اللي مثل ما سألها الأخ. بس يعني مثلا الأسلوب ما أحس أنه هو أسلوب إيجابي، والأسلوب يعني يبني مجتمع ديمقراطي لكل واحد هنا يبي، أنه يعني بس أسلوب التهميش أو أسلوب أنه مثلا هذا الشيء مو كامل فبالتالي غير مرضي. أوكي. شكرا. بأفتح المجال لأحد من المشاركين إذا يبي يرد، تفضل ساخري. يعني لما نتكلم على برلمان او على ديمقراطيه لها اسس واضحه. اوكي، نختلف في 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 شكل المجلس، نختلف في شكل الحكومه، نختلف في شكل العلاقه بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والسلطه القضائيه، لكن هناك اسس. الديمقراطيه حكم الشعب بالشعب وللشعب فول ستوب. فاذا بيجيني مواطن يرفض مساواته بالمواطن الثاني ويعتبر هذه مساله
يجب أن يتم التوافق عليها هذه مشكلته مو مشكلتي أنا. في أسس واضحة لا يمكن القفز عليها. بتقول لي برلمان على عيني وعلى رأسي، هل في برلمان يرفض قانون يمنع التمييز بين المواطنين؟ هل هذا منطقي؟ هل في قانون اللي أو هل في مجلس القوانين اللي تيلة من الحكومة، القوانين اللي تيلة من الحكومة إذا كان مرضي عليها تناقشوا فيه تكلموا مثل ما تبون، وإذا مو مرضي عليها تنطق ستوب يا من المجلس خصوصا في الفترة الأخيرة أو من مجلس الشورى، وبالتالي صوت المواطن حتى وإن كان على ركاكة التشكيل اللي موجود البرلمان الحالي، لكن هناك فرامل موجودة 50 عضو معين ولا حد يقول لي عندهم استقلالية. استقلاليتهم في الشخص اللي أو قرارهم في الشخص اللي عينهم، عندهم مساحة 20-30% يسولفون مثل ما يبون ويشربون شاي بعدين القرار بالتليفون يحق علي الصالح ونفذوا اللي تبونه وشكرا. لمن لسان؟ هذه رأيه الشيخ، هذه رأيه. أطلب منك الشيخ الابتعاد عن الأسئلة المجازية أيضاً وشخصنة المواضيع الله يخليك. في أحد ثاني بيرد على نفس الموضوع؟ تفضل مرة. الكل يتفق أن مسألة الديمقراطية مش مسألة أنه والله باكر بصير عندنا انتخابات مفتوحة والبحرين دائرة واحدة أو أي شكل من أشكال الديمقراطية وعصا سحرية. الديمقراطية بعد فيها ثقافة المجتمع نفسه. من أبسط علاقاتنا مع علاقة الولد مع مألوفه مع ولده وعلاقتي مع ربعي وتقبلي للآخر مسألة ثقافة. لكن يجب على النظام الحاكم، يعني أنا حين مثال بس بسيط، لما أجيب مقاول وأقول له تعال أخي أنا عندي الأرض بكتبني لي بيت ويقول لي إن شاء الله بسوي لك البيت، بس ما أعطيه أقول له كذي بس وأروح أقعد في البيت أنا وأجي له عقب شهرين أقول له ها صار، يقول لي والله ها الأسبوع الجاي بنفكر بنشوف، يعطيني تايم لاين، يعطيني يقول لي والله أنا خلال 5 سنوات بتكون إحنا مو مؤهلين اليوم إن نبني بيت قبل لا نسوي الأساس، في خلال 5 سنوات أنا بسوي الأساس، عقب يقول لي والله خلال 3 أشهر بقوم أعمدة البيت، وعقب خلاص أنا عارف علاقتي مع المقاول إن أنا عقب 5 سنوات عقب 10 سنوات عقب 100 سنة أعرف إنه بيكون عندي بيت، بس ما مشيها إنه والله إيه هذه بعطيك أنا الفلوس وأنت اشتغل ومتى خلصت. وهذه لازم تكون علاقتنا مع النظام الحاكم في الديمقراطية. أنا ما أقول لكم تعالوا باكرنا بالديمقراطية كاملة وإحنا مو مستعدين كثقافة، زين بس خلنا نتفق على الأقل ما فيها شيء، خلنا نتفق إن نقول والله إحنا الديمقراطية بنحصلها عقب 20 سنة. ما يصير كل مرة أنا باي بطالب بشيء بيطلع يعني بيرد علي النظام الحاكم أو بترد علي جهة معينة إنه والله إحنا مو مستعدين للديمقراطية. زين متى مستعدين؟ زين شو نسوي عشان نكون مستعدين؟ نسكت نقعد في البيت ونسكت والعالم كله يتغير دار مدارنا بعدين احنا مستعدين؟ في افريقيا في وسط افريقيا الناس اللي ما وصلت يعني حتى الانترنت ما عندهم في موزع بشكل كبير اليوم ينتخبون رؤساء وينتخبون حكومات ويصير عندهم. اوكي شكرا، خلينا نتفق على هذا. شكرا الموضوع. بس اخذ اخر مداخله من الاختصاره. I have a question about the timeline. What's the timeline for our opposition and our politics to separate religion from state? And what is the understanding that our politicians have of a secular state? And do you think there are any parallels between the kind of ideologies and policies that opposition practices and our cosmopolitan fabric and our history? لو تعطين الميكروفون حق الأخت تفضل شيخ. بس كنت أضيف على اللي الأخ مراد قاله إن صح الديمقراطية هي it's a culture، هي ثقافة، هي تنبني من البيت للمجتمع، والمجتمع هو أساس الديمقراطية. هذه مو عن السياسة ومو عن الاقتصاد، الديمقراطية is a mind frame، الواحد يفكر في غيره قبل لا يفكر في نفسه، for the people by the people think of other people، هذه السياسة اللي المفروض تتبعها. والسياسة هذه أنت قلت يعني الأخ مراد قال إنه في الدوائر مثلا ما اتذكر ايهم حكوميه الى اخره organizations عموما يقول لك ياخذ مده وايد طويله لما تخلص معامله. اسال نفسك ليش
هل هذه من راس الأورغنايزيشن ولا من الستاف اللي ما يبون يشتغلون، اللي عبالهم إنه من حقي أنا أمسك شغلة ما أتعب فيها ويندفع لي. هذه مو حق المواطن، حق المواطن إنه يتعب ويكد في شغلة. لين واحد يقول لي والله باقي ساعة على الدوام ما أشتهي أشتغل، ولا اليوم الخميس أظن برجع البيت من وقت. أنت مو بس تعطل نفسك وتنزل من قيمة نفسك، تعطل أشغال الناس، وأنت يعني you contribute إنه تطول هاي البروسيس. بالأخير الواحد كله يعني يحقد على النظام كله بسبة الأشخاص اللي ما يفكرون بديمقراطية بغيرهم. هذه ثقافة at the end of the day. إذا ما تي من نفس الواحد ما بتي من برا. شكرا لك رزان. أعتقد لازم ننتقل إلى الجلسة الثانية اللي هي بعنوان مجتمعنا. من المشاركين اللي حاب يبتدي؟ تفضل. أصل من المكان اللي توقفوا فيه زملائي مراد ورزان. بالنسبة للمجتمع، مجتمعنا جاهز للديمقراطية. أصلاً مبدأ أن تكون جاهز للديمقراطية غير متوافر، لأن من اللي يحدد هذا الشيء؟ يعني ممكن أي واحد يستغل حقوق الناس بأنه يقولنا مو جاهزين للديمقراطية. مبدأ الجاهز للديمقراطية أنا أرفضه. مجتمعنا متعلم، إذا كانت الحكومة نفسها تعترف أنه ما في أمية، تعترف بنجاح نظام التعليمي، شلون أنا أقول أن مجتمعنا غير جاهز للديمقراطية إلا إذا كان هذا الشيء كذب وكان فيه افتراء؟ نحن عندنا أمية وعندنا تخلف في الدراسة، ما أدري شلون بتحكمونها، أنتم تقدرون تحكمونها. النقطة الثانية مسألة التايم فريم. مسألة التايم فريم راح تكون واجد خطيرة وما راح يقبلون فيها الناس، لأن صارت أكثر من مرة. أقدر أجيب يعني من 56 الانقلاب على المجلس الوطني 56، الانقلاب على 65 الحركة النقابية العمالية، الانقلاب في 75 على المجلس الوطني، الانقلاب في 95 على المبادرة الوطنية، الانقلاب 2001 على الميثاق، والانقلاب 2011 على مبادرة ولي العهد. ما عارف في ثقة في أي نوع من أنواع الإصلاح اللي ممكن الحين يخلي إليها تايم فريم. الحل الوحيد إن إحنا نبتدي مباشرة. اي انا بعرف اذا هو واصل الى بيوصل لفكره لها علاقه بالمجتمع. مجتمعنا راح يكون جاهز في الوقت اللي يكون موجود فيه النظام اللي جهزه الى هذا الشيء. اذا كانت كتبنا في المدرسه تقول ان النظام الديمقراطي لا يؤدي الى الاستقرار، فاكيد مجتمعنا ما راح يكون مستعد. لو كان مجتمع مثلا نقدر نقارن المجتمعات الامريكيه بالكنديه اللي مجاوره الى بعض، مجتمع اللي حكومته تكون عنيفة راح تشوف جرائم العنف الريت مالها يرتفع، معدل جرائم العنف يرتفع، بينما المجتمعات اللي تكون حكومتها تدعو إلى السلام تشوف المجتمع نفسه أوكي. معدل الجرائم يكون فيه منخفض. أوكي شكرا أستاذ محمد. في أحد من الحضور يبي يعقب؟ أستاذ فهد. أي لحظة دقيقة. أوكي بس هو نقطة على كلام الأخ محمد حسن إنه مثلاً إن ما في مقياس شنو المقياس عشان تعرف هل هذا المجتمع جاهز حق الديمقراطية ولا لا. أنا عندي هذا الانقسام الطائفي اللي عندنا اللي صار من 14/2 لحد الحين 11 شهر ما قاعدين نحله، والناس اللي مثلا عندهم حرية التعبير يتكلمون بالكره وبالحقد على تويتر ولا في الشوارع ولا بال يعني بطريقة الناس اللي يعبرون فيها عن رأيهم، إن ما مو بدلالة إن ترى إحنا يعني ثقافياً أو كمجتمع مستعدين حق الديمقراطية. ثاني شيء دليل ثاني إن مثلاً عندنا ناس من الطائفتين يعني يستخدمون المنابر الدينية ويدمجون فيها السياسة. يعني سمعت أنا مرة إن تقييم حق التعديلات الدستورية المقترحة كان في خطبة يمعة، وهذا يعني دمج واضح بين السياسة والدين. فهذه يعني أشياء على الأقل يعني مو مثلاً دليل واضح، ولا يعني مثلاً عندك إحصائيات مثل الأمية في النظام التعليمي، لكن يعني شيء واضح وشيء ينشاف وشيء ملموس كلنا نحسه. فلا أنا ما أتفق مع الأخ محمد حسن أن مجتمعنا جاهز حق الديمقراطية، وأنا أختلف معه في النقطة أن حط النظام بعدين بتحصل الثقافة. لا ترى العكس، في عندنا تجارب كثيرة قريبة منه، حط النظام وتمنوا ان الثقافه توصل وما وصلت. فيعني الحين الله يعينهم بصراحه، بس انا ما اتمنى هذا الشيء حق البحرين. الاخت رزان. بالنسبه للمجتمع، كلمه مجتمع معناتها يميع جامع، لان الواحد ما يفكر بصيغه الجمع،
يتم يعني ما يتقدم، يتقدم بروحه، ما يتقدم مع أحد غيره. وبالنسبة لمجتمعنا، إحنا مجتمعنا في وايد طبقات، وايد اختلافات، لكن في وايد وايد أشياء تشابه بعد. كلنا نتنفس، كلنا نتحكى، كلنا ننكت some badly، بس يعني still الواحد يعني كلنا عندنا نفس الانكلينيشنز. وكلمة مجتمع تعني إن كل واحد يجتمع على حب غيره. يعني حقي أنا كفرد من المجتمع إن أحبكم كلكم، هاي من حقي، ما حد يقدر يأخذ هالشيء مني. بس مو من حقكم إن ما تحبون أحد based on مجتمع. يعني الواحد سامحوني سامحوني، بس المجتمع عبارة عن عقد يوقع، الشخص يوقع هالعقد مع نفسه ومع الناس اللي دار ما داره، يحترم هالعقد. لأن واحد وقع عقد عمل يحترم القوانين، في قوانين تنص على أن الواحد يحترم الإنسان الثاني في المجتمع. خلونا من الحقوق كلها وخلونا من المجتمع والديمقراطية. شلون الواحد بيقعد مع أحد ثاني يسمع رأيه إذا هو ما عنده احترام، ما عنده الصبر أنه يقعد ويتناقش مع أحد؟ الاحترام أكبر part of المجتمع. يعني الواحد يحترم أمه، يحترم أبوه، في ناس ما يحترمون هالشيء. وهاي الناس يعني شلون باكر بيقدرون to contribute to صوت اللي يرفع من البلد أو ينزل من شانها إذا هاي الإنسان ما محترم زميله؟ شكرا. أستاذ خليل. يعني مسألة المجتمع شوي مسألة معقدة ولها علاقة بعد في نفس الوقت. إحنا مشكلتنا ندور 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 ونرجع حق الحكومة. إذا الدولة لا ترجع أو لا تعامل مواطنينها أو لا توجد دولة قائمة على أساس المواطنة بشكل طبيعي، بتحس في تفاوت بين الناس، فمنهم من يشعر بأنه والله الطرف الآخر منتقص من حقوقه، أو أنه هو مفضل على الطرف الآخر، أو الطرف الآخر مفضل عليه. وبالتالي أرد أكرر، يجب أن تكون في مسافة متساوية بين الحكومة وبين الناس، تعامل الناس على أساس أنهم مواطنين فقط. مسألة تعزيز التيار الديني أو سالفة دمج السياسة بالدين، هذا مجتمعنا، مجتمعنا كذي كل الدول العربية. إلا إذا إحنا يعني بنكون شوي مثل الديمقراطيات العريقة، طبقوا الديمقراطيات العريقة لكي ننتج مجتمع ديمقراطي. ما يمكن أن تتكلم الناس أو تعامل الناس. يعني يا جماعة اللي صار في الفترة اللي راحت صار في إجرام بحق الناس. يا أخي لما 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 تخون طائفة بكبرها في التلفزيون وفي الإعلام الرسمي، إيش تبي يطلع لك؟ يبي يقول لك وحدة وطنية؟ هذه نفس البني آدم، مهما تجاوزنا ومهما نمقنا في الكلام، وحدة ومواطنين ومجتمع واحد، في واقع على الأرض صار، في واقع على الأرض. أنا أصلي من محرك، ولا أبوي له علاقة بالسياسة ولا والدتي ولا حمل عائلتنا، دشيت السياسة مع 2002، وكنت أعتبر إن في مبالغات بعض ما يطلق في بعض القرى بأن وجود عقاب جماعي ووجود. أنا شفت، أنا حين ساكن خذ لي سنة ساكن في الدي، أشوف العقاب الجماعي اللي يصير، 5 يطلعون فوق 20 طلقة جزجن. أوكي، شكرا أستاذ خليل. ننتقل ننتقل لأخت سارة بن عاشور. الرتورك اللي قاعدين نسمعه ان الحل سياسي، الحل سياسي، الحل سياسي. انا اشوف الحل اجتماعي، وحل اشوف ان الحل وطني. And I think as Bahrainis we've always prided ourselves in the past that we're multicultural, multi-ethnical. Let's put that to its test. That's the time right now. We have to be coming out of this crisis not threatened by our ethnicities, but that should add a layer of diversity to us. I think many of us are not at peace today with each other because a segment of society decided to sideline, to alienate, start this whole rhetoric of us and them has to stop. If you want to have a solution, the solution comes out from us together in unity. If you choose to sideline someone else, I mean, when we started talking today, people went to the extent to assume that just because I'm not on your side, that I don't believe that we should have reform.
you choose to sideline me that I don't understand what's in my constitution because I'm not part of opposition. That kind of isolation destroys your own case. You build a country together. Bringing it to the down and hoping that something will come out from the ashes, that's not a very good plan. Dr. Muharraqi. Again, sorry, I'm going to speak in English. And I'll just follow suit of what Sara said. And yeah, it is a socio-political problem more than just a political problem. You know, I hear and read articles by thinkers who keep going on, it's a political solution, it's a political solution. What, you know, honestly, person like me who's just a doctor, has anybody thought about, you know, how would that political solution help me? Again, not much. I spent 20 years of my life in the UK, and I don't get any social welfare. I don't get anything from the state. You know, for me specifically, and I'm below middle class as well. I just earn a living. So what will a political solution help me? The other side of this as well is what also Sara said, it's actually feeling for the other side. And I think this is what caused the escalation, especially in the medical field. And I still see it now. And again, I apologize for the young gentleman for speaking out, but it touches a nerve in me specifically to speak about anybody, all Bahrainis who died. These are horrific, these are all Bahrainis. Whether it's police or not police, you have to sympathize with that individual, that soul, that life that left. You know, don't push it aside, research it, reach out. You know, again, I have colleagues here, and I did speak to them, who go on social media and say that this person doesn't exist. How do I feel specifically being the doctor of that person? Obviously, I'm going to push that person away. I don't want to be associated with somebody who says the person I treated or nearly saved or died in my hand doesn't exist. You know, there's a person on this panel who keeps going on saying that a person who's brain dead, you know, who's debilitated in my hospital, doesn't exist. Thank Shukran, Doctor. Murad, tafadhal. يعني وارجع حق أول كلمة قلت ما ممكن إن إحنا نقول والله الخلاف اللي فيه إن اليوم خلاف مجتمع يعني خلاف بين طوائف المجتمع أو مكونات المجتمع. الخلاف هو خلاف سياسي استخدمت فيه وسيلة الوسائل يعني الوسيلة اللي هي الطائفية ووسيلة تقسيم المجتمع في تحقيق أهداف سياسية حق كل طرف سواء المعارضة أو سواء الحكومة كحكومة والموالاة. إحنا اليوم محتاجين ان نبني في نفس الوقت يعني ما يصير ان نقول والله احنا هي خلينا نثقف الناس اول شيء وبعدين نبني نظام. العمليه مترابطه. احنا في التعليم ياثر في ثقافه الناس. ما يصير انا اقول والله ما بترك التعليم الحين وبقعد اثقف الناس في البيت. انا الياهل عندي يقعد لي في البيت 3 ساعات يقعد لي في المدرسه 8 ساعات. تاثير المدرسه على الياهل ازيد من تاثير ولي الامر على الياهل نفسه. فالعمليه مترابطه. احنا اليوم مجتمع انا كشخصي ما كانت عندي ما مسألة هاي سنة وشيء على أنا ربيت في عائلة يعني أنا أبوي من الحايكي وأمي من الدوسري ولا قط مرة سمعنا ولا حد قال لي تروح تصلي كذي ولا تروح الماتم ولا تروح. أنا أبوي كلمة واحدة قالها لي قال لي لين وصل عمرك 18 سنة وبعدين تبتدي من قبل لكن لين وصل عمرك 18 سنة اقرأ وإقرأ مو بأسمع اقرأ. والناس وعلى حسب قرايتك تبي تصير سني تبي تصير شيعي تبي تصير أي شنو أي شيء تبي تصير عقبها عطاني الفرصة إن أنا أختار شنو أصير. فإحنا محتاجين إن يعني المجتمع نبني بهالطريقة. زين في نفس الوقت الدولة محتاجة. ليش نقول الدولة والدولة؟ الدولة هي المسؤولة. لأن أقول واحد هو مسؤول يعني مثل الأخت رزان بس رد إنزين نقول والله الموظف ما يبي يشتغل إيش دخل المسؤول؟ إنزين المسؤول هو اللي عين الموظف. المسؤول هو اللي حاسب الموظف. أوكي سامر شكراً. ننتقل لسادة عمر. ليش ما نخلي بعدين دقيقة بس خلنا نخلي عمر يتكلم تفضل.
إضافة. خير، أنا ما صراحة ما بقعد أنظر ولا أقول شنو لازم نسوي ويجب وما أدري شنو، أنا بس يعني بغيت أعطي يعني فكرة ودي إن إحنا نفكر فيها ونشوف يعني هل إحنا عندنا مشكلة ولا لا. إحنا نتكلم عن المجتمع، يعني أنا أظن عندنا إحنا بداية يعني خطر، وصار يعني كثير من إنه صاير عندنا خلل مجتمعي وخلل سكاني. خلنا ندش في المسألة، يعني عندنا خلل سكاني يا جماعة، يعني ما في دولة في العالم ينمو عدد السكان فيها في سنة واحدة 7%، هاي بإحصاءات رسمية، 7% ينمو عدد السكان فيها 7%، هاي يعني لها تبعات اجتماعية يا جماعة. يعني أعطيكم مثال ثاني عن عندنا خلل السكاني، يعني في الأصل الحركات الوطنية والمواطنة كانت تطلع من منطقتين مدينتين ومناطق ثانية، بس كانت تتركز في المحرق وفي المنامن. ليش؟ لأن كل فئات وطوائف المجتمع البحريني كانت متواجدة في هاي المدينتين. الحين تروح المنامة التاريخية والمحرق التاريخية، كم من العوائل موجودة فيها؟ صارت انقلبت شقق ودكاكين. يعني هاي في كل الدول هاي إرث تاريخي، أنت تحافظ مو بس عليه كمتاحف، تحافظ عليهم كهاي جزء من المجتمع، تخلي الناس لحن حية. اختفت هذه المدن. نفس الشيء عندنا بعدين بحر يندفن وفي مكانه تطلع مجتمعات مغلقة، ناس ما يصير تدش فيها، جدران تنبني. هاي أي مجتمع يا جماعة إحنا بنبني إذا فيها هذه الشيء؟ ففي إحنا أنا ما بيقعد أقول يجب ويجب، بس خلينا نبدي نفكر في هاي الأشياء. هاي يعني مشاكل جذرية، ونرجع في النهاية نقول ليش الكل قاعد يقول مشكلة سياسية، المشكلة سياسية لأن إحنا نقدر نتواصل ونتكلم في ما بيننا، لكن الشيء اللي إحنا ما حق قاعد يقدر يأثر فيه هو المسألة السياسية بس. أوكي، باقي أعتقد السيد محسن. ما كنت حاط في بالي راح أتكلم عن موضوع المجتمع. أنا ما أعتقد أن هناك مشكلة يعني كبيرة بين الطائفتين السنة والشيعة. إحنا نقعد في المحكمة نتكلم أن هناك مشكلة بيني وبين زملائي السنة، يعني نقول أن في مشكلة ونسولف مع بعض ونطلع ونروح القهوة. وأنا أعتقد أن تكوين المجتمع مشكلته الأساسية هو في التجنيس السياسي. يعني عندنا فئة كبيرة من المجنسين قاعدة تأثر على تكوين المجتمع، وهي المشكلة الكبرى داخل المجتمع. نحتاج إلى تقنين صارم يحدد كيف منح الجنسيات لبعض الأشخاص. شكرا. خلنا ننتقل للأسئلة. أول سؤال أنا عندي من الأخ عمار، موجه للأخت رزان، يقول فيه إن كلامك صحيح عن المجتمع وعن الوحدة، وشلون في رأيك نقدر احنا نتخطى من يقف في وجه ذلك؟ يعني كلامك انت عن كون احنا مجتمع، كون احنا لازم نكون متحدين، كلام يعجب الأخ عمار، ويقول شلون انت في رأيك ممكن نتخطى من يعارض ذلك؟ والله بصراحة يعني إذا الواحد قال لك بإساءة رجع عليه بطيب، وإذا ما مشى الحال يعني ما تقدر تسوي أكثر من كذي. لكن الواحد يعني في نهاية الأمر لازم يعرف يتعايش مع كل من. يعني إذا ما عجبني كلام غيري ما بزعل عليه وبتهاوش معه وبمشي عنه، بقول له خلاص هاي رأيك، هاي تعايش. ولين واحد يوقف في وجهي مو عاجبه كلامي بقول له ما يخالف، يمكن أنا بعد ما عاجبني كلامك، بس ما عليه، احنا اسمنا مجتمع. يعني المفروض ان كلنا نتقبل ان عندنا اراء غير. انا واختي عندنا اراء غير واحنا في نفس البيت، انا وامي نختلف، بس يعني ما فيها شيء ان ما نتقبل هالشيء. بس ان اذا الواحد يعني شلون نقدر نحل خلاف المجتمع، ان الواحد يحتضن غيره ويتعلم يثقف روحه، مثل ما قال أظن كان الأخ مراد، إن نقرأ نسأل، بعد ما يضر نسأل غيرنا آراءهم حتى لو نختلف معهم، على الأقل نعرف وجهة نظرهم. بذيك الطريقة نقدر إنه يعني نتواصل معهم أكثر، حتى لو نختلف عندنا شيء نتحكى عنه وإحنا قاعدين، مو بس إنه أنا بس ما I don't agree وما أفهم اللي قاعد تقوله بس خلاص تسك الباب في وجه أخوك. ما يصير يعني أوكي يمكن أنا ما أتفق معك،
ما أفهم أنت شو قاعد تقول، بس فهمني، أنا بيعرف، أنا ما أعرف هالأشياء، وأنا بعد بقول لك أشياء يمكن أنت ما تعرفها، نفيد ونستفيد. التواصل، الواحد لازم يقعد مع واحد يتحكى معه، communication، احترام. أرجع حكلمة احترام، هذه أكبر شيء فقد مات في البحرين، انتحر الاحترام ما مات. شكرا للأخت رزان. في أحد بيعقب على هالسؤال؟ سفر؟ زين زين مو مشكلة. لو عندك سؤال لو تكتبين الله يخليك. تقبلون انتم بهالشيء؟ تفضلوا. شكرا شيخ. عندي سؤال من الأخت سميرة رجب، هو موجه للمنصة بشكل عام، فأعتقد أنا لازم أحدد شخص واحد على أساس إن ذي، فأستاذ مراد لو ترد عليه حاطة كم أي شيء ذي زين. يقول لك هو بصراحة مو سؤال، هو statement محطوط قدامه كلمة هل، بس هو هل هناك مجلس نواب يرفض قانون ينصف المرأة وحقوقها كما فعل نواب الوفاق في مجلس النواب؟ شنو رأيك شيخ؟ يعني أنا مو رجل دين، أنا ضد رفض قانون أحكامها، بالعكس أنا مع وضع قانون لتضبيط العلاقات الأسرية وقانون أحكام أسرية، ويكون مو قانون سني وقانون شيعي، يكون قانون واحد. أي يكون قانون واحد. أسباب الرفض أو رفض الوفاق في قضية قانون الأحكام هذه جزء من اللعبة السياسية. يعني السياسة الكل يعرف السياسة مو شيء نظيف، أنا أضغط في شيء ما مشي قانون وأستخدم نصوص دينية عشان ما مشي قانون بهدف سياسي، وكل الأطراف الدينية قاعدة تستخدمه. يعني هذه مو شيء تعاب فيه الوفاق، ولا وأنا لا دفع عن الوفاق أو غير الوفاق، بس هذه مو شيء يعاب فيه، هذه واقع سياسي. إنزين أنا بعد بقول لو سمحت الشيخة، لو سمحت الشيخة أستاذة سميرة، الريال قاعد يرد على سؤالك. يعني ما نبي ندخل في هذا الجدال، بس إحنا عندنا هذه العقلية. وثيقة المنامة اللي طرحتها المعارضة رفضت لأن طرحتها المعارضة، مو لأن الكلام اللي مكتوب فيها. أستاذة سميرة إحنا مو موجودين هنا عشان نثبت إن في واحد صح أو في واحد غلط، إحنا موجودين هنا عشان أنت تبين تسمعين رأيه، وهذه رأيه ويمكن ما يعجبك. إنزين إذا في أحد ثاني بيرد على نفس السؤال تفضل سيد فهد. أوكي تفضل. لا بس هو مثلا ساعات إن بعض المفهوم اللي عندنا إن عن المعارضة، المعارضة 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 هي مو بالرفض، فالمعارضة السياسية هي المعارضة اللي تعارض سياسات الحكومة، لأن هذه في رأيها ضد مصلحة البلد بشكل عام. صح. مو بتعارض عشان المعارضة، وما تعارض السيادة والسلطة بالحكم أو الحق بالحكم، فالمفروض يعني نفرق إحنا بين الاثنين. وهذه شيء ثاني، إن ترى إحنا كمجتمع لحين مو مستعدين نشجح الخطوة العودة تجاهنا، يعني مثلاً نبتدي نظام جديد. وإذا عندي يعني 30 ثانية بقيت شيء ثاني بعد. وايد زين ما دام في نفس إطار المجتمع. نفس إطار المجتمع، لأن مساء قلت إن مجتمعنا مجتمع هذه المجتمع العربي، وإحنا يعني ما في دولة عربية تفصل بين مثلاً الدين والسياسة، لكن تعرف إن هذه واقعنا اللي إحنا قاعدين نعيش فيه، وإنه يعني لازم نمشي على أساسه. لكن
إذا مشينا على أساسه، هل في نموذج ديمقراطية عربية تتمناها يعني أو أنا بتمناها أن تطبق في البحرين؟ بصراحة ما أتفق أنا في هذا الموضوع. هاي نقطة فيك. الكويت. الكويت. الكويت مملكة دستورية. أوكي. بنمر على الدكتور وبنرجع حق الأستاذ خليل. هو بعد عن موضوع يعني الاجتماعي، هو مو سبيسيفيكلي عن سؤال الأستاذة سميرة، هو عن عن الشغلة اللي قالها سيد عن أن مسألة التجنيس اللي لحد الآن أعتقد أنه يمكن سيد هو الوحيد اللي جاب الموضوع. مهم معك سيد، أنا مشيت في المستشفى السلمانية في نهاية فبراير بداية مارش، شفت لافتات مكتوب يوم الجنس اطلع برا، سمعت spontaneous march بدأوا أوكي قالوا، وكانت تعرف شنو السلوغن والبانر مالهم مكتوب سني زائد شيعي ناقص، خلني أخلص زي السن إن شاء الله، سني زائد شيعي ناقص مجنس يساوي بحريني. حين سيد أنا مثل ما قلت لك يعني أنا يعني عشت أكثر بحياتي برا، فإن هاي very racist to me يعني إنه وايد عنصرية زين، يعني لين أشوفه أخاف يعني، وهاي اللي من الأشياء اللي خلتني أنا أبتعد عن، ومسامحة بستعمل كلمة معارضة مع أن دكتور جوسن بيأكلني، بس إنه يعني إن لأن المعارضة مثل ما تفضل سيد فهد إن المعارضة معناته إن أي شيء مو معناته اللي أنا أقصده، بس أنيوي إنزين، فإن إن وين وكلمة مجنس وين توقف؟ يعني المجنس مفروض يطلع من برا، يعني كل هاي الأجيال اللي حين وصلت تقريبا ثالث ولا رابع جيل هاي ينطردون. أنا سيد أنا حين تو وصل لي مسج قال لي يا مجنس زين، هل انت تعتقد انا محمد ولا عبد الله محرق الرسام ان انا مجنس ومفروض انا اطلع برا؟ وين يوقف الخط؟ وين يوقف الخط؟ تفضل شيخ. نعم، لا طبعا انا ما اتكلم عن المجنسين اللي ظلوا فتره طويله، احنا ساده جايين من السعوديه اصلا من قريش، يعني انا اتكلم عن التجنيس نعم لا مش ده القصد، انا قصدي ان هناك تجنيس سياسي الهدف منه تغيير التركيبه الاجتماعيه في المجتمع، هو هذا الخطا. عندنا اكثر المجنسين تم تجنيسهم بواسطه الاليه اللي مصرحه للملك، وهو ان يصدر مرسوم باعطاء الجنسيات او امر ملك امر اميري امر ملكي عفوا باعطاء الجنسيه. هناك طريقة معينة في القانون حددت كيف يتم منح الجنسية، سنوات معينة حتى أنت تنتمي، أنت من غير حتى أنت تنتمي إلى المجتمع وتصير أنت من رعاياه. أما أنت تأخذ أشخاص ما يعرفون حتى يتكلمون اللغة العربية بعد شهر واحد من دخولهم البلد وتمنحهم الجنسية، هذا هدف سياسي وهو تغيير التركيبة السياسية فقط. الحل لهم للأجيال اللي راحت ما عندنا مشاكل إياهم، إحنا الأجيال القادمة عندنا إن لازم تسوي قانون يعني محدد سنوات معينة معايير معينة لمن أمنح الجنسية. أنا ما عندي مشكلة خلهم يجون كلهم هني، عندي مشكلة في الآلية اللي يتم منح الجنسية. شكرا، انتقل للأستاذ خليل. يمكن بس تعليقا على موضوع الفصل الدين بالسياسة، أنا وجهة نظري الشخصية فصل الدين عن السياسة، بس هذا المجتمع الناس متشربين، الحكومة لم تترك مجال لتيار ثالث مختلف إنه ينمو في المجتمع، وهذا من الخمسة وستين وطالع، ضربت الحركات القومية، ضربت الحركات الشيوعية، ودعمت بشكل أو بآخر التيارات الدينية بما فيها السنية والشيعية، أنتجت هذا المجتمع. وبالتالي لا نحاكم المجتمع اليوم بما وصل إليه بسبب سياسة حكومة، هذه نقطة. النقطة الثانية مسألة الديمقراطية، أنا أقول لك يعني ما في أصلاً دولة عربية فيه نموذج ديمقراطي ممكن نحتذي فيه، وإن كان عندنا رغبة بأن إحنا نخلق نموذج خاص فينا، بس يجب أن لا يخرج عن أساس الديمقراطية اللي سبق أن تكلمنا عنها، حكم الشعب للشعب وبالشعب، مسألة المساواة بين الناس، مسألة العدالة، مسألة هذه كلها أمور أو كلها حقوق طبيعية لا يمكن الانتقاص فيها ولا يمكن تجاوزها. مسألة التجنيس، من استحق الجنسية بموجب القانون
فهو مواطن لا مالي وعلي ما علي. أوكي؟ لكن أنت بتجيب لي مجاميع بصرف النظر سواء كان مذهبهم، كان عقيدتهم، كان دينهم، وأنت تتكلم في نفس الوقت في مشكلة في المجتمع، في مشكلة اقتصادية، في مسألة توظيف، في مشكلة سكن عندك. هل هذا يبرر العنصرية تجاههم؟ لا، أكيد لا يبرر. وأنا أتمنى من الدكتور أن يكون نفس الموقف عنده من موقف شعبه اللي قمع، شعب اللي قتل، شعب اللي تعذب، يكون نفس، يكون على 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 خط واحد. ما أعتقد الدكتور يعني خذ موقف مثل ذي. أنا أعتذر علنيا يعني قدامي. أوكي، أنا أعتذر أعتذر. قصدي إن يكون لنا موقف موحد من سواء كان مجنس أو كان مواطن، نتعامل معاه على أساس إنسان، وقت ما تنتهك حقوقه نقف معاه. أستاذ خليل كلامك جدا ممتاز، وتتمنى ما تقول كلام تسحبه بعدين يا ريت. أهدي أعصابك الله يسلمك، يعني ما يصير كذي. عشان أسوي بعيد تبوي يا ابني. الأخت سارة مناف. تعليق بسيط بس، الاختلاف ما جاء على الآلية اللي كيف نقدم الحل للمجتمع. الطامة الكبرى إن عندك عقلية معينة تقول إن ما عندنا مشكلة في المجتمع، هني المشكلة. أوكي، هذه كان وايد أكثر مشاركة الصراحة. يعني إحنا نبي ننتقل إلى الجلسة الأخرى، فبخلي مجال حق شخص واحد آخر من يبي يتكلم. إذا أنا I don't want يعني بيكرين صراحة، ما أنا ما أبي أرجم. أوكي تفضل، إذا تبي عندك شيء تبي تزيده تفضل. مثل ما قالت الأخت سارة، صح في مشاكل كثيرة في المجتمع، في طائفيين في المجتمع، بس المشكلة مو وجودهم، لأن وجودهم ناتج طبيعي إلى خلافات صار لها قرون ما راح نقدر نحلها. المشكلة إذا مكنوا، إذا أعطوا القوة إنهم يضرون غيرهم. إذا أعطى القوة واحد على أساس طائفي يفصل واحد من وظيفته، إذا أعطى واحد على أساس إذا أعطى أحد الطائفيين منبر حر يتكلم فيه بدون أي راجع ويستخدم خطاب كراهية، إذا أعطى واحد طائفي القوة أنه مشي البلد، هني راح تكون المشكلة مالتنا. مشكلة مشاكل المجتمع كلها راح ممكن تحل مزيد من الديمقراطية. هذا هو الحل الوحيد اللي الإنسانية قدرت توصل إليه على مدى التطور من سنين إلى الحين، من قرون إلى الحين. الحل الأمثل اللي وصلوا إليه ديمقراطية، قد لا تكون الحل 100% صح، طبعاً العملية متطورة، بس هذا الشيء الأفضل للحين موجود عندنا. شكراً أستاذ محمد. خلنا ننتقل إلى القسم الأخير في جلستنا هذه، اللي هو بعنوان مستقبلنا. شنو أنتوا تشوفون البحرين في المستقبل، وشنو رأيكم في شلون إحنا ممكن ننطلق من هاي النقطة إلى المستقبل؟ من أول واحد يبي يشارك في هالمجموعة؟ الأخت رزان أو أسرع واحدة فيكم اليوم؟ بالنسبة لمستقبلنا، هو يعني نقدر نقول إن إيه، نقدر نقول إن مستقبلنا مبني على ماضينا، مبني على الحين، الواقع اللي ما حد يحاكي الثاني، الواقع اللي كل واحد معصب ويمشي بنفس ويتهاوش مع كل من، وأي أحد يمشي على اثنين في الشارع يتهاوش معه يقول هاي بالعمالة قاعد يسوي لي هاللون. يعني هذه واقعنا الحين، لكن مستقبلنا ممكن يكون بشوي طولة بال. هاي الموضوع كله يبي له صبر، يبي له الفيوز يطول شوي عند البحرينيين، لأن كلنا نعصب وكلنا عبالنا إنه أوه هاي كلها بالعمالة عشاني أنا أدري جكارة، لكن that's not the issue. The issue is إن الواحد يعني in order إن الواحد يتقدم، مثل ما قلنا في موضوع المجتمع، إن الواحد يشوف المجتمع بعين متقدمة، إنه يعطي الواحد يعني the benefit of the doubt. وشون نقدر نتقدم في البحرين؟ إن نهيئ فرص، نهيئ فرص حق الناس، ومو بس فرص عملية، مو بس فرص سياسية، نهيئ فرص اجتماعية.
أهيئ فرصة حق واحد يحاكيني خمس دقائق بدون ما قاطعه، بدون ما أقوله بس لا أنا رأيي. زين ما سمعت رأيك أساساً، يمكن أنت قاعد تتفق معاي. I was too busy interrupting you حتى أقول لك شنو رأيي. مستقبلنا يعتمد على طولة البال وعلى الواحد يسمع الثاني ونهيئ فرص. أكبر فرصة لازم نهيئها إنه مو بس يعني في الاجتماع، نهيئ مثلاً نسوي competitions بين الناس. شلون الواحد يتقدم في المجتمع إذا هو مو recognized في المجتمع؟ وhow do you recognize someone في المجتمع؟ بشغله. في وايد ناس هني قاعدين اليوم وايد معروفين بشغلهم ما شاء الله، وتعبوا ووصلوا اللي هم فيه. فنسوي competitions. كم graphic designer عندنا هني اليوم؟ ليش ما نسوي competitions؟ هاي هيئة فرص عمل. السوق يعرف كم graphic designer عندنا في البحرين، their capabilities, their abilities. هاي مستقبلنا، مستقبلنا في ناسنا، في شعبنا. Our biggest asset is our human resource in me. شكراً أخت رزان. رزان ركزت على شعبنا. من يبي يواصل هذه الدين؟ تفضل أستاذ فهد. لا لا يعني على المستقبل، الدين هو مستقبلنا إحنا كلنا. نستوعب. أنا عندي صديق يقول إن ترى الديمقراطية هي مو بس صندوق تصويت، هي بعد مبادئ. الديمقراطية هي مبادئ، هي التعددية في الرأي، تعرف الانفتاح، الحوار والمشاركة في المسيرة السياسية. أنا مثلاً أقول إن مثلاً الحل أو المستقبل البحرين إن مثلاً كان عندنا فئة ولا مجموعة ولا حركة طالبت بالإصلاح من شهر اثنين لحد هذه شهر اثنين الحين، صارت سنة صح؟ لكن هذه مثلا اوكي الاصلاح ما يصير يكون ما يصير نيجي من طرف واحد. مبادره الاصلاح ان جات من الحكومه، كان نرجع من البدايه لان انا اقول لك بلدنا شعبنا شويه عفست علي. المهم لا اوكي ان الحوار والمشاركه الايجابيه في المسيره السياسيه اللي عندنا، لان ما يصير عندك مثل ما قلت في البدايه ان عندك مثلا المعارضه السياسيه اللي عندنا رفضت كل مبادره اصلاحيه انزلت من شهر اثنين، رفضت مبادره ولي العهد في شهر ثلاثة، الحوار الوطني في شهر 6 وغيره من هذه الاشياء. صدقنا هذه المبادرات هي مو بخاليه من العيوب، بس هي على الاقل نيه، هي مبادره دش شارك. وانه يعني ما يصير لنا شيء انه يكون يا كامل يا انا بس بنفصل عنه، يا مثالي ولا انا يعني بتركه، او يا يعني يعطيني بالضبط الشيء اللي انا ابيه ولا ترى ما يسوى الموضوع. هو هذه مثلا الحين انت تجي طافت سنه وتقول ترى احنا ما وصلنا حق حل سياسي. حل سياسي ما بيجي من غير المشاركه من طرفين والاصلاح من طرفين. احنا شفنا طرف واحد يبادر واحنا حاليا في انتظار الطرف الثاني. شكرا استاذ فهد. من يبي يعقب بعده؟ الاخت ساره تفضلي. I'll just repeat and say that again, I think that the solution is not a political, not economical, it's a social a solution that comes out from society. We need to be able to have a cultural overhaul to our education, to our society, to our culture. We need to be able to promote within our individuals that excitement for liberation. The belief in the multicultural society, respect. Let's be fanatical. If we have to be fanatical about something, let's be fanatical about our citizenship. The fact that we're Bahraini, the fact that the fact that we're Khaliji, the fact that we're Arab. If you must have some kind of identity, then let it be yours, not from somewhere else. In order for us to achieve something, we have to tap into our people's ambition. I agree with Razan. Our greatest asset are our people. Bahrainis have always prided themselves with their people, and we should continue to do so. And I think we should. I'd like to end on the note of this continuing to be some kind of a ongoing peaceful dialogue that constructs and builds the country, no matter what your opinion. شكرا شيخ. في احد بيعقب بعدها؟ نقيكم مراد تفضل. مو تعقيبا بس
كلام في المستقبل نبتدي بطرح أسئلة على نفسنا على بعضنا بعض، إن إحنا إيش نبي، إن إحنا وين نبي نوصل، إحنا إيش نبي، شلون طبيعة دولتنا، شلون طبيعة نظامنا، شلون نحكم بعضنا بعض. على أساسه ما حد بيقول والله المستقبل في الديمقراطية أو المستقبل في الشمولية أو المستقبل في الملكية الدستورية. هذه نظم وهذه تجارب وهذه إطار عام. إحنا لازم نقعد مع بعضنا بعض ونقول المستقبل شلون، شنو نبي، شابي من وطني أنا، هل أبي من وطني بس يوفر لي بيت سكان ووظيفة في الحكومة، ولا أبي أشياء أمور إضافية أمور ثانية، أن أنا أشارك في اتخاذ القرار وشلون أشارك في اتخاذ القرار وهذه الأمور كلها. مسألة بس تعقيب سريع على الكلام اللي قاله فهد، أن المعارضة رفضت الدخول في مبادرة ولي العهد. الكلام مو صحيح، يعني للدقة الكلام مو صحيح. الكلام مو صحيح، بقول لك ليش مو صحيح. طوال كل هذه الفترة، لين ما دخول درع الجزيرة البحرين، لين ثاني يوم إعلان حالة السلامة الوطنية، كان في لقاءات بين المعارضة ومندوبين أو ممثلين ولي العهد. أستاذ مراد، أنا أحاول، خلنا ندخل هنا، إحنا قاعدين نتكلم عن شيء صار، إحنا نبي نتكلم عن المستقبل. هذا يعني المستقبل. أستاذ فهد، خلنا نستمر. أنا مو جاي هني أدخل في جدل. بقول أستاذ فهد، ما يبون أتكلم في المستقبل. كمل براسك. ما يصير المستقبل، يعني في مشكلة صايرة، المشكلة ما انتهت. لبناء المستقبل، لبناء مستقبل لازم نحل، نقول والله المشكلة في هني وهني وهني وشلون نعالجها. أما نقول مستقبل إيه يلا خلاص إن إحنا يلا مستقبل وخلنا نمشي، ما يصير. يعني في أسس إن عشان المجتمع يتقدم، مو بنا هو يقول اليوم يقعد الصبح اللي أقول يلا بفتح صفحة جديدة وهد الكتابة طول هالفترة في الدفتر. شكرا. طبعا كلنا ممكن نكون حريصين على المستقبل وش اللي راح يصير، بس صدقوني اكثر ناس حريصين على المستقبل الاوادم اللي في الشارع، الفقاره، الاوادم اللي كل يوم ينضربون اكثر حرص مني ومنكم. احنا اعضاء الطبقه الوسطى ما نخاف واجد كثر ما يخافون الاوادم اللي تحتنا اقتصاديا، انا اقصد من اي ناحيه ثانيه. المستقبل اتذكر في 2001 او 2002 اول مره قابلت الأستاذ عبد الرحمن النعيمي في خطبة كانت في تأبين الله يرحمه في سترة، وقال في نهايتها إذا نسينا شهداء الوطن فلترمونا بحجر. اللي صار في البحرين ما حد راح يقدر ينساه، يعني راح نضطر إن نتعايش وياه، نتذكر اللي صار ونقول إن شاء الله إنه ما ينعاد، بس ما راح نقدر إن إحنا ننساه. اللي محتاجين الحين شلون نضمن إن هذا الشيء ما راح يتكرر مرة ثانية؟ لازم يكون في نوع من القوانين يمنع هذا الشيء، لازم نشيل ثقافة الهروب من العقاب. في ناس واجد الحين حاليا في 65 قاتل طليقين، حرين طليقين يدورون في القرى وما حد يدري منهم، بالإضافة إلى سفاح سترة ما أدري ما عرفت. فاللي محتاجين عشان نبتدي نبني المستقبل، نحن نبتدي نخلي في بالنا انه ما يتكرر الماضي، سواء من ناحيه الانتهاكات اللي صارت او من ناحيه الانشقاق اللي صار، شلون نحن ممكن نتجاوزه. انا طرحت موضوع العداله الانتقاليه لان هذا الشيء اللي كان موجود معظم المجتمعات اللي راحت، بس ربما يكون هذا الموضوع بعيد جدا عن البحرين. دكتور تبي تعلق؟ بالعربي، باللغة اللي تبيها الله يسلمك، مو بجاوبك خلاص. تبت. زين، طبعاً بحاول أتكلم إن وجهة نظري أنا، مو كممثل حق أي، يعني لا رويال كوليج ولا المستشفى العسكري ولا السلمانية ولا وزارة الصحة، هاي رأيي أنا بروحي عن شلون حل مشكلة يعني الهيلث كير، يعني الصحة في البحرين اللي صار. من ناحية السياسة والتسييس اللي صار حق المهنة، أنا أتمنى أن محاكمة الدكاترة تنتهي بأسرع وقت ممكن. طبعاً شلون تنتهي
ما أعرف يعني أتمنى إنه يمكن إذا ينزل عفو إن شاء الله وإنه تنتهي المحاكمات أسرع وقت. في نفس الوقت إن الأشخاص اللي يندانون في التعذيب اللي في الدكاترة بعد إنه يتحصلون ويتحاكمون. الشغلة الثالثة إن تكوين لجنة حق أخلاقيات المهنة إن تشتغل يد بيد ويا يمكن مؤسسة دولية مثل الكلية الملكية مثل الجراحين رويال كوليدج، يعني الأيرلنديين يفهمون من ناحية السوسيولوجي من ناحية شلون الاعتقادية والمعتقدات شلون تدخل في 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 المهنية ساعات، وتنظر حق كل حالة بروحها من زملائي من ناحية أخلاق المهنة اللي صارت. لأن أنا فعلًا إن يعني مصر إن في أخلاقيات مهنة انتهكت في هاي الوقت، بس إن كل حالة بحالة. ومو بس إن أنا مقصد إن زملائي بس اللي قاعد يمرون في المحاكمة، أقصد إن حتى اللي خارج. وأخيرًا إن وزارة الصحة إن تسوي outreach service إن تخلي إن حق الثقة أكثر حق الناس إن يبتدون يجون المستشفيات سنة وشيعة. إنزين، لأن الصوبين قاعد يتخوفون من إنه يروحون المستشفيات وإنه يروحون يتعالجون. شكرا. شكرا دكتور. من يبي يتكلم؟ تفضل سخري. ما نريد من مستقبل هذا البلد. يمكن هاي الحادثة الشهيرة. أمنت فعدلت فنمت. عدل بين الناس وبين المواطنين، يكون القانون سيف على كل من يخطئ بصرف النظر أنت إلى أي مذهب تنتمي أو إلى عائلة أو إلى أي قبيلة. العدالة بين الناس ومساواتهم أنا أعتقد هي الحل الأنسب إلى مجتمعنا. هل هذه ممكن هي أهداف عامة أو فكرة عامة صعبة التحقيق اليوم، خصوصا بعد اللي مرينا فيه في الفترة اللي راحت؟ يجب يكون في مصالحة. يمكن الأخ محمد تكلم على موضوع المصالحة، والمصالحة ليست بين ناس وناس. أنا ما عندي مشكلة لا مع السنة ولا مع الشيعة، وأنا واحد أعتبر يعني ما أعتبر روحي صح منتمي حق مذهب، بس المشكلة مو بين السنة والشيعة، المشكلة بين ناس الطالب وبين حكم. على الحكم يضمن لي أو على أقل تقدير إنه يوجد نوع من الثقة في صدري بأن أنا يوم من الأيام لما أقول كلمة ما أتعرض حق اللي تعرضنا له في الفترة اللي راحت. هذا يعني إذا وصلنا إلى 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 شعور أو إشعار الناس بأنه يكون مأمن على روحه، أنا أعتقد هاي يمكن أول خطوة في خطوات إنه ممكن نتقدم في المجتمع. شكرا سخري. أستاذ عمر، ما سمعنا صوتك وايد اليوم. أنا يعني أتفق مع الكثير من اللي قاله من الشباب فما بعيد، فأنا بس بضيف نقطة. أنا بقول يعني حق إذا إحنا نبي نشوف المستقبل خلنا بعد كبداية نشوف الماضي، فخلنا نرجع شوي. يعني إحنا ليش كل كم سنة في البحرين ندش في دوامة؟ من 1912 مئة سنة مطالب، صار لنا مئة سنة الحين. أنا ما أعرف بيت في البحرين ما يعرف أحد ما تضرر أو انسجن. ما أبي أذكر أسامي، بس أي أحد أنا سنة شيعة اللي هو ما أعرف بيت ما عنده أحد في أهلهم يده ولده أخوه عمه ما عنده سجن. الكل ليش ذي قاعد يصير؟ ليش صار في 65 وليش صار في 73 وليش صار في 54 و56 في أيات الاتحاد الوطني؟ لازم نشوف نرجع حل جذري، ولا ترى يا جماعة بندش في دوامة في كل مرة. أنا ما عندي مشكلة، أنا بحط يدي في أي أحد ونتكلم وقاعد نتكلم، ما عندنا مشكلة، بس نحتاج حل جذري. يعني أنا ما أحب أرجع لهالنقطة كل مرة، بس مرات بنرجع لها، إنه لازم إحنا نطالع المسألة السياسية بدون حل جذري على الوضع السياسي كمجتمع. أنا أشوف إن البحرينيين عندي كل ثقة في البحرينيين إنه يقدرون يحلون مشاكلهم، ما عندي أي هذه. لكن لازم نرجع أن حق هاي الشيء يدوم لازم نشوف حل للمسألة السياسية حق ما ندش في دوامك الخمس سنين يا جماعة. فخلنا نبدي نشوف الماضي
أنا يعني أقول نروح نقرأ نتعلم نشوف شنو اللي مرة فيه نسأل الأهل الكبار هم بعد مرة في تجارب في الستينات في السبعينات ليش ما نجحت إيش صار ليش هما دشوا سجن ليش غيرهم ما دشوا بس فخلينا نرجع نقرأ ونحاول نربط الماضي بالمستقبل والحاضر وشكرا. سيد في أحد ما عطيته مجال يتكلم سيد بس شنو طبعا أنا متشائم جدا بالنسبة للمستقبل أشوفه مظلم هذا واقع أي رأي أنا خلوه يقول رأي يمكن لأن قاعد أعيش يعني في القضايا كل يوم أو القضايا السياسية وقاعد أشوف بعض الأمور أمامي فيمكن بس أنا متشائم جدا ربما الحل يعني طبعا في المحاسبة أولا لازم يتم محاسبة الجميع بدون استثناء سواء من المعارضة أو الحكومة إلى أعلى سقف باستثناء طبعا الملك لأن ذاته مصونة لا تمس حسب الدستور. في وجهة نظري أن الحل جدا سهل الملك يستطيع أن يسوي الحل بشكل سريع في أحداث التسعينات لما انتهت أحداث التسعينات بشكل سهل الملك عمل لجنة عملت ميثاق أصدر الميثاق تم التصويت عليه هلا في الميثاق هو اللي الناس تبه أعتقد أن الحل جدا جدا سهل ولكن نحتاج إلى إرادة حقيقية من الحكومة أن هي تبه تحل هذه المشكلة شكرا شكرا شيخ خلنا ننتقل إلى الأسئلة عندي أول سؤال من الأخت رشا زبر للأستاذ خليل بوهزان تقول لك ما هي رؤيتك للحل الأوسط الأمثل يرضى فيه جميع الأطراف لحل الأزمة يعني هو سؤال صعب لأن أنا ما ممكن أتكلم عن الحكومة ولا ممكن أتكلم عن الشارع بس على الأقل تقدير في ناس تضررت من كل فئات المجتمع تضررت ومسؤولية تعويضهم وإنصافهم تقع على الحكومة هذه يعني مسألة أساسية هناك أخطاء من جميع الأطراف نعم هناك في أخطاء ويجب محاسبة كل على قدر خطأه بحيث نحن نصير متساويين نوصل لمرحلة بأن أنا أخطأت 10% وحاسب بنسبة 10% وهذه أخطأ 20% يحاسب بنسبة 20% لما نوصل إلى خط متساوي أنا أعتقد هذا الحل الأوسط يعني لن يقبل أو لن تقبل عائلة شخص سقط سواء كان متظاهر ولا مو متظاهر سقط بسبب رجال الأمن أنه والله تقول لا يا أخي عفى الله عما سلف لا اسمح لي وفي نفس الوقت من حق المجتمع على الحكومة بأن تطبق القانون فيما تقول بأنهم قتلوا من رجال الأمن وللأسف الحكومة عدمت شخص أصلا قبل تقدم للمحاكمة تحاكمهم بمحاكمة عادلة بأدلة عادلة وإذا ثبتت عليهم التهمة يأخذون العقوبة اللي منصوص عليها في القانون فمسألة محاسبة الكل وكلنا بحسب خطأه أنا أعتقد هذه خط وسط ممكن نبتدي منه للمستقبل من يبي يرد على نفس السؤال أيضا تفضل خسارة ليش فترة ما يحققون شيء لأن ما في توافق وطني لأن it is not a popular revolution that is why it doesn't work. عندك okay. في عندك رؤية حق حل أوسط؟ okay. خلنا نرجع إلى محور الحديث. استاذ خليل. نرجع إلى محور حديثنا الحين إحنا قاعدين. رزان. أوكي. لو سمحتوا. خل نرجع إلى محور. رزان. أخت رزان. لو سمحتوا. زين. خل نرجع إلى محور حديثنا. السؤال هو شنو رؤيتكم للحل الأوسط الأمثل؟ مين عنده حل أوسط يبي يقترحه؟ ننتقل حق السؤال اللي بعده إذن
سؤال من ال... تفضل شيخ. دكتور أنا أشارك الرأي مع أستاذ بهزان إن it is وبالإنجليزي accountability، يعني إن كل واحد should be accountable على المستوى، وهاي اللي أنا I'm trying to get across، ترى إن من ناحية إن عن مسألة الأطباء accountability، من ناحية medical ethics ترى هو license، this is what we're talking about، مو بسجن هاي. لكن برجع بعد مرة ثانية أنا بسألك زين، انت ما تظن ان accountability from all sides، ان الحين الطريقه اللي انت الحين مثلا تقعد تعرضها، الحين انت هاي الكلمه اللي الحين اللي قلتها عملاء منو تقصد؟ لا اخوي بس انت ما علي، لا خليني اخلص انت there is loss، يعني ما في اي empathy ولا sympathy، ان واحد ما يحس ان لين واحد يقول كلمه ان الصوب الثاني ان شلون قاعد ياخذها. ف وهاي اللي صار بعد ترى من ناحية الميديسن، إن 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 ما كان في أي صلة أو لينك بين الدكاترة وبين المرضى اللي يجون، لأن يحسونهم إن هالين مجنسين، فإن ما إن إن ما في أي لينك معهم، وشوفوا إن there's no sympathy ولا empathy، وهاي escalated، وبعدين صار reaction من الجوفرمنت اللي هو escalation مو reaction، وبعدين الحين ردينا نزلنا، وحين قاعد تصير حساسيات بسيطة، إنزين فأخوي إن ما علي، أنا أقول لك إن everybody's accountable. بس ان الـ 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 الاخوان في اخوان يحسون انهم not accountable، nobody's accountable، بس الحكومه is accountable. انا اللي انا اتكلم ترى ما قاعد ادافع عن الحكومه، انا قاعد ادافع عن وجهه نظر، انزين بس ان الناس يقعدون يهاجرون يقولون oh he's a propagandist، هو he's a loyalist، اكيد مدفوع له الاجر، حسابي موجود، خلي حي احد يشيك، ليش تهينوني بس لان عندي انا وجهه نظر؟ خوي فمن كذي أقول لك إن the first step is accountability but accepting that accountability. ولا أنا أستلم النيران مثل ما الحكومة كانت تروج في إعلام رسمي بصحافة صفرة في هذه المجتمع. أخوي صح خليل، أعتقد إحنا ممكن نتم في هذه الموضوع. أنت الحين لنهاية اليوم قطيت كلمة علي، قلت لي إن ليش محمد المحرقي ما يحس سيمباثي حق الشعب كثر ما هو يحس حق المجنسين. انا رد عليك هاو دير يو تقول لي هالكلام اخوي. اوكي يا جماعه انا لازم اوقف لازم اوقف انا النقاش هنا. انا اشتغل طول حياتي قاعد اشتغل. دكتور محمد اخر واحد. لا اخوي انا لان اكاونتابيلتي ما معلش الشيء. انا اعتذر اذا قلت اي كلمه اساءت لك او اساءت حق احمد. زين لازم دكتور محمد استاذ خليل لازم اذكرهم بكم لازم اذكركم انا بقوانين اللي انتم متفقين عليها ان لازم نتفادى اي جدال ونقاش بهالطريقه. ما علي لا انا اخوي ما يصير انه واحد استاذ محمد شيء وبعدين يعتذر. انت اوريدي الكلمه انقالت استاذ محمد. دكتور محمد لا دكتور محمد استاذ خليل دكتور محمد انا قاعد اناديك شيخ. دكتور خليل دكتور محمد كم مره ناديت انا يا جماعه؟ دكتور خليك معانا الله يخليك. انا فاهم دكتور احنا اثبتنا هاي الشيء وخلاص لازم ننتقل الى عندنا اسئله اخرى لان ممكن احنا ننتفي هاي الجدال ليل ما بنخلص. أبي أنتقل أنا إلى السؤال الآخر اللي هو من الأستاذ عيسى عبد الرحمن وهو موجه للأستاذ عمار الحايكي. عمار مراد مكتوب مراد مهم عرفنا مات. زين يقول لك نحتاج إلى إلقاء القبض على الحرف الطاء، فنحن اليوم نعاني من طائفيين وطفيليين وطبالة. زين فمتى يتم تحييدهم؟ فما هو السبيل؟ يعني هذا السؤال نفس من ضمن سياق الأسئلة السابقة اللي انطرحت. في قوانين تحاسب من يحرض على كراهية طائفة وعلى كراهية مجموعة معينة، ولازم يجب أن يطبق هذا الكلام. إحنا اليوم نشوف في المحاكمات اللي تصير الجارية من أيام السلامة الوطنية لليوم، دائما نسمع تهمة التحريض على كراهية النظام وإلى آخره. بعد في تحريض على كراهية على كراهيات فئة من فئات المجتمع، وهذه أخطر
من تحريض على نظام او على شخص معين، وما نشوف في يعني ما نشوف في الدوله او في في في, في احد من احد المؤسسات القانونيه والمؤسسات القانونيه حاكمت هؤلاء الاشخاص اللي يسيئون بشكل يومي، من خلال خطب جمعه، من خلال تويتر، من خلال مقالات واعمده وبرامج تلفزيونيه، سواء في التلفزيون الرسمي او في حتى التلفزيونات اللي خارج البلد، ما في محاكمه لهم. ما اقدر انا يعني ما اقدر انا امشي بسيف والف على كل فريج واقول من عندكم طائفي وخلني بنقص راسه، مو بهالطريقه يعني. فاحنا لازم نحط قوانين تجرم التمييز، تجرم الطائفيه. احنا على سبيل المثال بس بشكل سريع، الصحفيين من ايام الوقت وابراهيم بشمي في صحيفه الوقت طرحوا ميثاق شرف وان احنا ما نستخدم كلمه سنه وشيعة، ورد الحين طلع عندنا بس الفتره الاخيره ميثاقين، وعند يعني الناس صارت ان عشان تثبت ان هي وطنيه تروح توقع على ورقه، وهذه امر خاطئ يعني. شكرا. تفضل. بالنسبة للسؤال اللي انطرح ان حرف الطاء هو المشكلة، عيل اظن حرف التاء هو الحل. تطبع باخلاق طيبة، تعايش، تمثل بلدك بالصورة اللي انت بتشوفها. That is the answer. يعني بطلع برا وبقول بلدي ما يسوى، بلدي ما يسوى، بتصير انت ما تسوى لان انت ما تنتمي لبلد. بس اذا تطلع برا وتقول والله بلدي يبي لها تغيير، ابي اتعلم شلون اغير بلدي، انا وافقك الراي. بس لين تقول والله خلينا نقول ان انا طائفي، انت طائفي، باي حق تقول انا طائفي اذا انت قاعد تعطيني نفس الارجيومنت؟ انت بروحك قاعد تطوف الارجيومنت. طوفن، سوري، شكرا طوفن. يعني الواحد المفروض يلم شمل الموضوع، مو بيزيد يأججه يعني، ما يصير ما يصير. شكرا لأخت رزان. في حدا بيزيد زيادة على ذي الموضوع؟ تفضل سفر. أنا بس بغيت يعني أرد ومن قال أعتذر عن أي كلمة أساءت لأحد. شكرا سفر. خل نستمر. أوكي. بس أوكي. انزين، على العموم يود الميكروفون لان السؤال الثاني لك. السؤال الثاني موجه لك من علي الصباغ، يقول لك هل ترى مستقبلنا مستقبل مجتمعي علماني، وهل ترى ان هذا المستقبل هو ما يضمن لنا ديمقراطيه موازيه للديمقراطيات العريقه كامريكا وبريطانيا؟ انا في اعتقادي ان العلمانيه هي الحل، فصل الدين عن الدوله هي الحل، تحييد المؤسسات الدينيه، تحييد المؤسسات الدينية عن تدخلها في أمور وايد. وممكن أنا خاف أقول كلام بكرة يعني أروح ملح في الجرائد. لا 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 تقول كلام يعني تندم عليه. يعني أنا يوم بس أو أمس يعني قبل لا أحضر طلعوني شيوعي صاب بالصحابة وطرديني من بيتنا. فمشكلة ما بروح وايد إكستريم، بس المجتمع العلماني هو حافظ، أنا أعتقد في قناعتي، الكثيرين ممكن يختلفون معي، بس هو الحافظ، هو يحفظ الأديان أصلاً من أنها تسيس، يحفظ الأديان من يقفزون عليها الانتهازيين ويجيرونها لما يريدون من مصالح خاصة، وفي نفس الوقت يجعل الدولة في خط أو أرد أكرر مرة ثانية في مساحة متساوية بين كل الأديان والمعتقدات اللي موجودة. أنا من حقي يا أخي أنا أؤمن بدين، من حقي أتكلم بالدين اللي أعتقد فيه. أنا ما أؤمن بدين، من حقي أتكلم إنه أنا مو مؤمن بدين، أو إذا أنا مؤمن بفكر ليبرالي أو فكر علماني أو أي قومي أي كان، من حقي إن أنا أعبر فيه بدون إلا أنا أكفر أخون. فمسألة العلمانية أنا أرد أكررها، مسألة العلمانية إيه الحافظ. وأنا أعتقد إن تطور المجتمعات الأوروبية في جزء منها، ما أقول الكل، في جزء منها كان مسألة العلمانية، تحييد مؤسسات الدينية هو كان الحل. شكرا أستاذ خليل. من يبي يعقب على نفس الموضوع؟ أستاذ مراد تفضل. أتفق تماما مع الكلام اللي قاله الأخ خليل بهزاء، أن أنا كشخص وجهة نظري أنه لازم تكون اللي يجمعنا دولة علمانية، لأن هي النموذج الوحيد اللي ممكن يجمع
مجتمع مقسم على أساس مذاهبي وعلى أساس طائفي. لكن هذا بعد لا يعني لا يؤخذ بأن يعني يا علمانية يا لا شيء. يعني اللي يصير اليوم في مصر بسبب الظلم اللي كان يرتكبه النظام المصري تجاه الإخوان المسلمين، هم اللي خلوا هم النظام مبارك هو اللي خلى الإخوان المسلمين يكون لهم الأغلبية في الشارع. لكن ما يمنع أن هذه الديمقراطية اليوم الناس بتجرب الإخوان المسلمين وسنة ويمكن بعد حتى السنة الجاية يجرب الإخوان المسلمين، بس لأن وصلوا لقناعة أن هذه المجموعة الدينية ما تسوي ما تلبي لهم متطلباتهم والأشياء اللي طالبون فيها بترد تتوجه. وهذه طريقة تطور أي مجتمع، أن أنا اليوم أجرب في هاي باجي روح تشوفه ما يصلح لي أجرب في شيء ثاني. شكرا سيد مرال. دكتور عمر عندك تعليق على ذي؟ عندنا ميكروفون دكتور يعني إذا تبي تسامح. شكرا. يعني أنا أتفق في الكثير، يعني اللي تبي تسمي دولة علمانية تبي تسمي دولة مدنية تبي تسميه دولة وطنية، يعني إحنا كل واحد منا له معتقداته وله دينه وله مذهبه وهاي شيء راجع له. لكن في أشياء يعني إحنا ممكن نتفق عليها كلنا تجمعنا، حقوق، واجبات، مشاركة شعبية، مواطنة، هاي أشياء لا تعتمد يعني على مذهب معين وعلى دين معين، فهاي الأشياء ما نحتاج ندخل فيها الدين، فخلنا نأخذ منها المنطلق ونركز عليها من هالناحية بس. شكرا دكتور. أستاذ فهد، هو شوي من ناحية إيجابية عن الموضوع اللي تكلموا عن الإخوان، ترى البحرين لو تلاحظ الانتخابات والنتائج الانتخابات البرلمانية تشوف أنها قاعدة تأخذ خطوات تجاه هذا الموضوع، خطوات تجاه الدولة المدنية. إن في البداية أول دورة انتخابات كانت الناس غالبيتهم صوتوا على أساس الدين المذهب والعائلة والاسم، صار نفس الشيء مرة ثانية في الدورة الثالثة. ولو تشوف الانتخابات التكميلية اللي صارت إن تشوف الناس توهم بادين يطالعون ويقلمون برنامج الشخص الانتخابي، إن هذا الشخص بغض النظر عن شنو معتقداته، بغض النظر عن حق منه وشنو ينتمي، شنو إمكانياته وش يقدر يقدم لي من يعني وعود وإنجازات. فيعني قاعدين نأخذ خطوات تجاه ذاك الاتجاه، وشيء نادر بس إيجابي خاصة في الفترة الأخيرة في البحرين. شكرا سافة. في أحد يبي يعلق على نفس السؤال؟ سافة أيضا سؤال لك. شكرا المايك يتمنك. جايك من السيد محمد الماجد يقول لك هل تعتقد أن الحوار وما سبق مما هو على نفس شاكلته يصب في الجدية المنشودة، وهل أنت مقتنع به كحل جذري؟ أنا مقتنع بالمشاركة الفعلية كحل جذري، لأن أنا أشوف الموضوع حاليا مثلا شنو الشيء السلبي اللي ممكن يصير إذا شاركت في الحوار. إذا مثلاً المعارضة تقولنا ترى مثلاً هذه كلها وعود وتعرف مبادرات شكلية، إذا بالفعل دخلت في هذا الموضوع وانثبت هذه وجهة نظر طلعت أن هذه صج، في النهاية بتطلع من هذه العملية وموقفها أقوى. في الصوب الثاني مثلاً إذا شاركت وطلعت بعض من الإصلاحات يكونون هم مستفيدين، الحكومة مستفيدة والشعب البحريني مستفيد ككل، لكن مقاطعة هذه المبادرات عدم المشاركة هذه يعني في النهاية الكل يطلع خسران فيها، تطلع الحكومة خسرانة، المعارضة خسرانة، والشعب البحريني خسران. وهذه بعدين مثلا هذه التوتر ان يمر وقت طويل من غير ما نوصل حق او نكون قربنا حق حل سياسي، هذه في النهاية يعني مثلا يجبر يعني الطرفين على التطرف وان ياخذون الموضوع او يهم الاحساس ان المفروض ياخذون حقهم بيدهم، ولا يعني لا شيء يعني مو ايجابي. شكرا سفر. في أحد يبي يعلق على نفس المنوال اللي بيعلق على مبادرات حوار أو شيء من قبيل؟ إذن ننتقل إلى الأخ مراد. في عندك سؤال من السيد علي حاجي يقول لك شنو لازم يكون دورنا كمواطنين في بناء هالمستقبل؟ دورنا كمواطنين ان احنا اول شيء نكون مواطنين، نعامل على اساس ان احنا مواطنين،
وان احنا نساهم في صنع القرار. يعني ما يصير انت يعني تي تطلب مني والله انت اشتبي وانا ما لي سلطه ان انا اقول رايي او يعني ابدي رايي في هالمواضيع. احنا وش انت يعني نطلع ان احنا متفقين ان احنا كلنا مواطنين بس عدنا معارضه موالاه سني شيعي جاي من وين، هذه هاي شيء مو مهم. مواطنين نقدر نقعد مع بعض، نقدر نتكلم، عندنا مو بس نتكلم، يعني ما يصير ان احنا اي والله اجتمعوا وتكلموا وقولوا اللي تبون تقولونه وبناخذ ان شاء الله توصياتكم وبنحطها في الدرج. الاستاذ مراد اعتقد هو يقول احنا يعني كجمهور شنو احنا واجباتنا، شنو نقدر نسوي، يعني شنو لازم علينا نسوي. يعني احنا شيء بسيط في تقويه علاقاتنا مع الناس، يعني اعاده بناء اللحمه الوطنيه بين الناس بعيدا عن السياسه، نتفق ان احنا ما الخلاف اللي بيننا وبين بعض كمكونات المجتمع كامل مو كطوائف، خلاف سياسي. اذا وصلنا لهالمرحله ممكن هاي. انا اليوم اقول يعني كمثال او هاي، انا اليوم اروح بيت جدتي اقعد، عندي عيال خالاتي اللي يشتغل في الحرس الوطني واللي يشتغل في الحرس الملكي واللي يشتغل واللي عندي مفصول واللي عنده، وكلنا نقعد على الغداء ونتكلم ونسولف ونضحك ونلعب ونشوف التلفزيون، وكل واحد يقول حق الثاني يلا مع السلامه الله يوافقك ونشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي. هذه ببساطة يعني علاقاتنا احنا مع بعضنا البعض. شكرا. شكرا سمرة. في احد عنده وجهة نظر في هالناحية؟ هاي الحجرة، هاي القعدة هي المستقبل. The fact ان كلنا يينا والمكان انترس وكلنا هنا قاعدين نسمع بعض، الجرس اللي كل مرة it sounds the speaker يسكت بروحه، هذه المستقبل. لان الواحد يعرف انه في حدود، في أخذ وعطى، في أقعد أسمعك تقعد تسمعني أتناقش معك، يمكن ما أتفق، يمكن أضحك، يمكن أنت تعصب، ما تفرق. The fact إن احترامنا هالشيء هذه المستقبل، وإن شاء الله قعدات أكثر هاللون مع ناس ثانيين يتحجون. لازم كل من في البحرين يتحجى، لازم كل من يوقف ويقول شنو مستقبلي أنا، ونشوف السيميلاريتيز بين كل واحد شلون يتخيل المستقبل، وهذه بيصير مستقبلنا. نشوف الكومن جراوند بيننا كلنا، شنو كلنا نبي في نهاية المطاف؟ نبي عيالنا يكونون أحسن منا، نبي نربي عيال في ديرة نقدر نقول لهم هذين كلهم أخوانك، هذين كلهم ربعك، هذين كلهم خواتك، جيرانك، كذي. مو بنربي عيالنا نقول لهم لا خاف وتحمل وحاسب وباعد، لا، لازم كلنا ناخذ هاي المسؤولية. المستقبل هي مسؤولية شخصية، إن الواحد يعطي الأجيال الجاية غير الأمل، يعطيهم طريقة أن يشوفون أن في غيري في الدنيا، في غيري يمي دار مداري، كل مكان في ناس وحاسب وراعي عليهم، عامل بالمثل. إذا أحد ما عاملك زين أنت عامله زين، لأنه باكر ربك بيسألك أنت شون عاملت هالإنسان، ما عليك من أحد. بس مستقبلنا أكو قاعدة طالعة، أنتوا قاعدين تطالعون مستقبلنا، وفي أصغر منا بعد بيقولون نفس الشيء إن شاء الله. شكرا لأخت رزان. أنت يعني تقريبا خدت معظم الأشياء اللي بختتم فيها. حبيت أوضح بس أولا أن نقاش البحرين مو موجود عشان يطلع حلول، نقاش البحرين مو موجود عشان يقول هذا الطرف يعني ياب حجة أقوى من الطرف الآخر. نقاش البحرين موجود هنا عشان أنتوا تسمعون كلام غير اللي تسمعونه. إن شاء الله سمعتوا كلام وايد عاجبكم، وإن شاء الله سمعتوا كلام أكثر مو عاجبكم. هذه هي الفكرة باختصار، إن إحنا نقدر نسمع كلام مو عاجبنا وانتم ساكتين ونحترم الشخص اللي قدامنا لأنه يتكلم، وفي عندنا قوانين وفي عندنا حدود وفي عندنا أجراس ترن. زين، هذه فعلا اللي إحنا نبي نسويه. طبعا إحنا قاعدين نجرب فكرة جديدة في البحرين، فأكيد بيكون عندنا نواحي قصور. أعتذر سلفا عن أي قصور في أدائي أنا أو في أداء أحد المنظمين. يا ريت لو أنتوا تساعفونا وطرشوا لنا إيميل أو شاركونا بتويتر على أي مقترح عندكم، على أساس إحنا ممكن إذا سوينا فعالية أخرى ممكن نتعلم منها. الفعاليات اللي إن شاء الله نسويها في المستقبل قد تحمل نفس القوانين، قد تحمل نفس الصياغ، وقد يعني تتغير.
طبعا حسب آرائكم وحسب الفيدباك اللي احنا بنحصله. احب طبعا اشكر جميع المشاركين عندنا هنا على كلامهم على وقوفهم وعلى صراحتهم، واحب ايضا مره ثانيه اشكركم انتم جميعا على وجودكم وعلى انجاحكم انتم هالفعاليه، واحب اشكر طبعا القائمين اللي بدونهم وبدون مبادرتهم منهم من نفسهم حق هالشيء ما خلوا هذا الشيء ممكن يصير. شكرا لكم جميعا.